السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهواء ورحلة جيولوجية جديدة بعنوان البحث عن المعادن. رحلة البحث عن المعادن مشوار طويل، بدأ الإنسان القديم من ساعة ما عاش على سطح الأرض. هنشوف الرحلة ديت، وبيشرفنا أن يكون معنا في حلقتنا اليوم أستاذ هشام درويش، خبير مادة الجيولوجيا في وزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ هشام. اهلا بيك يا استاذ محمد، وبالمناسبه السعيده دي احب اهني كل المشاهدين كلهم بعيد الاضحى المبارك. كل عام وانتم بخير جميعا يا رب، ويا رب تسعدكم الرحله ديت وتكون رحله ايه وتكون خفيفه ولذيذه، وان شاء الله الرحمن نطلع منها حاجات كتير نستفيد بيها لبلدنا ان شاء الرحمن. رحله البحث عن المعادن رحله شاقه بداها الانسان منذ نشاته على سطح الارض. مستر هشام، يمكن احنا عايزين نتكلم عن المعدن شوية. هل بنقصد بالمعدن حاجة مصنعة ولا حاجة وضعها ايه في الطبيعة؟ عايزين نتكلم عن جزئية المعادن ونعيش مع بعض رحلة، نشوف كده مع بعض يعني ايه معدن وازاي بيستخرج وازاي يتكون في الطبيعة، وفي نفس الوقت ازاي اقدر اميز ما بين معدن ومعدن، ويا ترى ايه الخواص اللي بتميز المعادن المختلفة. ونحط ايدينا كده على مجموعة من المعادن بنطلق عليها الأحجار الكريمة، عايزين نشوف كده يعني ايه حجر كريم وايه أهم الصفات اللي بيتميز بيها. نبتدي رحلتنا مستر هشام معاك النهاردة في رحلة البحث عن المعادن. ربنا يكرمك يا استاذ. وطبعا قبل ما احنا كنا في حلقات سابقة قعدنا نتكلم على أهمية الجيولوجيا، اتكلمنا عن البترول واتكلمنا عن ال في مجالات كتير جدا جدا للجيولوجيا، يعني بحث عن المتفجرات في مجالات كتير قوي قوي، سواء مجالات نعرفها او مجالات كانت جديده بالنسبه لنا. طبعا من اهم المجالات اللي احنا بنتكلم عنها طبعا المعادن. المعادن دي علم كبير جدا جدا ومجالها واسع قوي يا استاذ محمد، وحاجات كتير قوي اكيد بتاثر على اقتصاديات دول بتاثر، وانا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى حبانا بشويه معادن كتيره جدا جدا. عشان نبدا الرحله ان شاء الله الرحمن، طبعا المعادن ديت بتبقى ايه؟ هلاقيها في نوع من انواع الصخور. في عندي زي ما اتكلمنا قبل كده في صخور ناريه، صخور رسوبيه، صخور متحوله. طبعا الصخور الناريه والصخور المتحوله بتبقى صخور جايه من صلبه جدا جدا، يعني الصخور الناريه مثلا صخور جايه من ماجما، فباستخراج المعادن منها بيبقى بدرجه من الصعوبه قدر الامكان. الصخور المتحوله نفس العمليه تقريبا، عشان بيبقى الصخور دي على درجه كبيره قوي من الصلابه، فبيبقى صعب جدا جدا ان احنا نستخرج منها، صعب قوي قوي ان احنا نستخرج منها المعادن. طب نيجي بقى الصخور الرسوبيه. الصخور الرسوبيه دي اللي هي بتبقى جايه عباره عن حاجات فتفتت بفعل عمل التعريه، بفعل عمل النحت، او محاليل، حاجه ترسبت بفعل محاليل، فبتبقى القوه بتاعتها، الصلابه بتاعتها ضعيفه شويه، فبنقدر نستخرج منها المعادن بسهوله شويه. دي مقدمة في الأول كده المعدن. نبدأ بقى إيه؟ ما هو المعدن؟ يا ترى مستر هشام، يعني عشان نعرف المعدن برضو عايزين نحس كده، هو يعني إيه معدن؟ إحنا نتكلم كده عن المعدن حتة الحديد اللي هي في شكل مسمار أو سيخ حديد، ولا حاجة كده لسه بتستخرج من باطن الأرض؟ والله يا أستاذ محمد، هو في دلوقتي إيه؟ في يعني يعني خلط ما بين كلمة فلز وما بين كلمة معدن. في الكيمياء احنا بنتكلم على عناصر، واخد بالك؟ عناصر دي منها فلزية ومنها لا فلزية، مش هندخل في حاجات متاهات زي ديت، بس ايه؟ اذا العناصر دي اتحدت مع بعضها في باطن الارض او في سطح الارض نتيجة محاليل، بس العناصر دي تكونت في الطبيعة نتيجة اتحاد العناصر دي مع بعضها البعض، نتيجة طبعا تفاعلات كيميائية ما بينهم وبين بعضهم، ودتني مكون طبيعي صلب لا يتدخل فيه الكائنات الحية، مكون طبيعي صلب اقدر اوصفه كيميائيا، اقول مثلا تركيبه الكيميائي ايه، وبيبقى على شكل ايه؟ طبعا شكل بلوري. هنتكلم على كلمة بلوري دي بعدين ان شاء الله الرحمن، بس المهم يكون حاجة مكون طبيعي تكون من احد مكونات الارض، العناصر الارض
صلبة في صورة صلبة، يعني ما تكونش في صورة محاليل. ممكن محلول، لو المحلول ده زي مثلا مية البحر، مية البحر لو جفت 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 بحيث تركز ملح الطعام، ملح الطعام لما يبقى في صورته ان هي ان هو يكون مادة صلبة هسميه معدن، هسميه انا الهالايت. بس كان مية فيها كلور وصوديوم، واخد بالك؟ صوديوم كلورايد او كلوريد الصوديوم. لما تبخرت الميه تبخرت الميه تبخرت تركز الملح دوت بقى ملح عندي اسمه الهالايت. المهم لو حاجه تكونت في الطبيعه تكون صلبه، تكون ملهاش اصل عضوي، واخد بال حضرتك يا استاذ محمد، واقدر اعبر عنها بتركيب كيميائي وشكل بلوري، دي اسميها معدن، اسميها معدن. طيب نشوف كده مستر هشام، الطبيعة ممكن تدينا بعض المعادن. تعالوا نشوف رحلة كده مع بعض سريعة ونشوف كده يعني ايه معدن. احنا بنتكلم عن حاجة يا جماعة مش مصنعة، زي ما مستر هشام قال دي حاجة تكونت في الطبيعة. تعالوا كده نشوف الدقيقة اللي جاية دي كده مع بعض ونشوف كده يعني ايه معدن ودور الجيولوجيين في رحلة البحث عن المعادن. الراجل ده بيحفر في الصخور فوجد كده شكل بالشكل الجميل ده كده، وجد حس ان هو حاجة ليها قيمة، فابتدى يشيل الفتات اللي بيحيط بيها، ابتدى يستخرج القطع الكبيرة دي كده اهي. القطع ديت بنعتبرها بلورة، والبلورة ديت اللي احنا شايفينها بلورة كبيرة من معدن اسمه معدن الكوارتز. يبقى ده كده احنا بنتكلم دلوقتي عن ايه؟ حاجة طلعت من الارض وطلعت ليها مواصفات معينة، حاجة صلبة زي ما شفنا، من يعني تكونت في الطبيعة، ليست من اصل عضوي، لم يدخل في تكوينها كائن حي، وفي نفس الوقت لها شكل بلوري مميز زي ما احنا شايفين كده او شفنا كده مع بعض، وفي نفس الوقت لها تركيب كيميائي محدد. طبعا دي صورة معدن اهوت طلع من باطن الارض. ممكن المعادن يبقى ليها قيمة اقتصادية، وممكن تبقى غنية جدا وليها سعر عالي جدا جدا جدا، ممكن يبقى مش موجود بكمية اقتصادية. مستر هشام حضرتك كنت كل شوية بتقول شكل بلوري شكل بلوري شكل بلوري، عايزين نأكد على حتة شكل بلوري دي يعني ايه؟ والله بص يا استاذ محمد، هو كلمة شكل بلوري طبعا ايه، مش عاوزين ندخل في داخلياتها قوي، بس زي ما حضرتك الصورة اللي انت كنت جايبها دلوقتي لو تلازق على شكل كريستاله، احنا بنقولها بالبلد عندنا في النجفه اللي عندنا بيبقى فيه كريستالات نازله من النجفه. الكريستالات ديت بيبقى ليها اشكال متعدده، كريستاله مطوله شويه، كريستاله مكوره شويه بس لو انت بصيت على اي كريستاله من دولت، احنا دلوقتي دي صناعي بس هوصفها لك بعد كده ايه على الطبيعي، هتلاقي ليها ايه حتت ناعمه، اوجه ناعمه، اوجه ناعمه، فبنقول عليها اوجه بلوريه. فالبلورة بيكون عبارة عن مجموعة من الأوجه البلورية واخدة شكل خارجي، نقول عليها مثلا شكل سداسي، شكل ثلاثي، شكل احنا بنسميها أسماء إيه بتاع. يعني بص شوف البلورة ديت كل وجه من أي ناحية، لو اتقلبت، بس هي طبعا الصورة عشان عندنا ثابتة. بص الوجه ده ناعم، بص الله يفتح عليك، وجه تاني، واخد بالك ازاي؟ كله أملس. طبعا البلوره دي ان انا عليها في الطبع صعب او ان انا عليها كامله بالمنظر ده، بلوره جميله جدا جدا جدا، طبعا تتحط في المتاحف على طول مما لا شك فيه، لها اوجه بلوريه. طبعا ان احنا بنقيسها ازاي، بنوصفها ازاي، دي ليها وصف جيولوجي يعني هندخل فيه في تفاصيل، مش عاوزين ندخل فيها بالتفصيل قوي، بس زي ما انت شايف بلوره يعني على شكل زي الكريستالات، بس دي بقى كريستاله طبيعيه جدا جدا جدا، لا اوجه ناعمه جدا، شبه مصقوله، هي طبعا مصقوله بالطبيعه والله، ما حد لا صقلها ولا حاجه، زي ما انت شايف انت مطلعها من وسط الطين والتراب والاتربه والكلام ده، الراجل بيبدا بس ايه يشيل الاتربه والايه الحاجات اللي عليها، مصقوله تماما، ناعمه تماما، جميله جدا جدا جدا. احطها في ايه، في متحف، يعني احطها في متحف على طول عشان ايه استخدمها في ايه، في العرض ايه، زي ما انت قلت لي حضرتك ايه ده اسمه الكوارتز، معدن الكوارتز، تركيبه ثاني اكسيد السيليكون، بلوره كامله، بنسميه احنا احيانا البلور الصخري، البلور ايه الصخري. طب مستر هشام برضو يعني عايزين نرجع لرحله الانسان مع المعادن، عايزين يعني نشوف كده هل الانسان عرف المعادن في الفتره الاخيره من عمرنا ولا عرف المعادن منذ القدم؟ لا
الإنسان يا محمد من قديم الأزل يا محمد عامة بدأ يدرس كل حاجة حواليه، يتكلم عن كل حاجة حواليه، سواء يعني مش هنتكلم برضو على الجيولوجيا بس، لا نتكلم في كل حاجة، يعني في الزراعة وكله الإنسان كان طبعا بيحاول طبعا يبحث في الإيه، في الطبيعة كلها. من ضمن الحاجات طبعا إن هو في المعادن، بص المعادن طبعا إيه منذ قديم الأزل الإنسان كان مثلا إيه بدأ يتعامل في، كان إنسان بدائي تماما، فبدأ يتعامل مع الحيوانات، اقدر ادافع عن نفسي ازاي، فبدا يستخدم بعض الاحجار يسنها ويسنها بحيث ان ايه يستخدمها للدفاع عن النفس والايه للدفاع عن النفس. ففي عندي بيها الحيوانات زي الصوان اللي قدامنا دوت متشكل على شكل خناجر وسكاكين وحراب وكل حاجه، وحراب كمان بحيث ان هو يدافع عن نفسه. يعني من ضمن الحاجات ان الحيوانات كانت طبعا شرسه جدا، والانسان كان لسه هيدافع عن نفسه ازاي قدام الحيوان اللي هو المتوحش ده المفترس دوت. فبدا ايه في نفس الوقت كمان عشان يحصل على غذائه، يعني عشان يقدر يجري ورا حيوانه ويصطاده. الله يفتح عليك. بيستخدم الاسلحه البدائيه ديت اللي استخدمها قديما من بعض المعادن والاحجار. الله يفتح عليك. فده مثلا كان حجر اسمه الصوان، استخدمه الانسان في الدفاع عن نفسه وعمل السكاكين والحراب عشان ايه يدافع عن نفسه. حجر صخر، واخد بال حضرتك ازاي؟ طيب نشوف برضو كده الصورة دي يا مستر هشام. عندنا برضو معدنين بالشكل ده كده، يمكن في معدن مايل الأحمر وفي قطعة رمادية كده ده الهيماتايت، والمعدن المايل للأصفر شوية أو أصفر غامق شوية كده ده الليمونايت. المعدنين دول يا مستر هشام هوريك بعض الصور كده القديمة، شايف كده الصور الجميلة دي، الصورة لأحد الحيوانات. الله تعالى. لو اي حد من ولادي بيروح متاحف اللي هي المتاحف القدماء المصريين، المتاحف هيلاقي في رسومات جميله جدا مرسومه. الرسومات دي كانت مرسومه بالوان، رغم ان الاستاذ محمد عدى عليها اكتر من 4000 او 5000 سنه ولسه محتفظه بالوانها، لان الانسان اللي هو الحجر القديم دوت استخدم حاجات طبيعيه جدا زي ما حضرتك قلت لي، معدن اسمه الهيماتايت، معدن اسمه الليمونايت دوت، على فكره خامات الحديد. الهيماتايت ده لونه احمر، فلما كان بيحفر بيرسم على الجدران على الحيطه مثلا كده بيديني الرسمه باللون الاحمر. الليمونايت كان لونه اصفر. في معادن تانية الوانها كتير قوي، فزي ما شايف الصور الجميله ديت كان الانسان ايه عباره عن بيرسم بالحجاره بحاجات اللي هو هيماتايت والليمونايت واحجار كتيره جدا كان بيستخدمها الانسان في الرسم على، والماجنتايت برضو كان بيديني اللون الاسود، وجرافيت، الجرافيت كان برضو لون اسود غامق قوي، كان بيستخدمها في الرسم على ايه على الجدران. الرسومات الجميله اللي انت شايفها ديت استخدام تاني يا مستر هشام للمعادن قديما، يمكن صناعه الاواني وخاصه الاواني الفخاريه. الطين يا استاذ محمد اللي هي المواد الطين دوت، كان لما الانسان اكتشف النار بدا يستخدم الطين دوت يعمل ايه، عمل بيها اواني فخاريه اللي هو اللي بنقول عليها دلوقتي الطواجن، بنقول عليها سبحان الله. الفخار ده عرفه الانسان من زمان قوي قوي قوي، اول ما اكتشف النار فبدا يعمل الطين دوت يحرقه او يسخنه بدرجه معينه بحيث ان هو يعمل منها اواني، وديت من اكتر الحاجات الصحيه في الاكل، اكتر حاجات صحيه لا بتتفاعل مع الاكل ولا حاجه، فعمل الانسان منها الاواني ديت وبدا يستخدمها في الايه في الاكل في الطبيخ والاكل بتاعه. طبعا كانت جميله جدا. ما بننساش برضو الانسان القديم عارف الاحجار الكريمه واستخدمها في صناعه الحلي والزينه. نشوف بعض الاشكال الجميله ديت، القلادات الجميله اللي احنا شايفينها دي كده مستر هشام، دي حاجات كلها قديمه بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه يعني ما بين ذهب والذهب دوت معاه العديد من انواع الاحجار الكريمه، طبعا كان مشهور بيها الانسان القديم والانسان المصري القديم بالتحديد. حاجات نحاسيه محطوط فيها احجار في وسطها، حاجات ذهبيه محطوط فيها احجار جميله في وسطها، من احجار كتير قوي قوي قوي، يعني ايه ذكرها كتير، يعني ممكن تلاقي منها احجار كتير، وزي ما بتروح مثلا في اي سوق بتشتري منها الاحجار ديت، بعضها بتعملها فصوص انت الخواتم او عقود وكده، كان الانسان مستخدمها من اكتر من 4000 سنه زي ما احنا شايفين دلوقتي. عايزين نسيب الانسان القديم بقى مستر هشام، خش بقى مع الانسان الحديث. احنا عرفنا المعادن وشفنا كده الماده الخام وهي طالعه من باطن الارض بقى شكلها ازاي، بعض المعادن الاخرى ابتدى يشكلها الانسان ويستفيد منها. نشوف كده برضو مع بعض مستر هشام تعليقك على الصور ديت، وصناعه من الصناعات الهامه جدا صناعه الاسمنت.
هو عامة يا استاذ محمد، يعني طبعا مع الانسان بدأ يتطور تطور، يعني شوف الانسان من 4000 سنة وبدأ يستخدم المعادن، فكان طبيعي جدا مع التطور العلمي ومع التكنولوجيا ومع بدأت الحاجات اللي حواليه اللي انا بفتكر ان هي ملهاش اي قيمة خالص، مع تقدمه ومع اكتشافاتي بدأت اكتشف لها فوائد كبيرة جدا 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 جدا. يعني مثلا زي ما حضرتك بتقول لي دلوقتي حاجة زي الاسمنت ده، الاسمنت انا كان في شوية في الارض كده شوية في معدن اسمه الكالسايت، او احنا بنقول عليه كربونات الكالسيوم. الكالسايت ده يعني خلطته مع شويه نوع من انواع الطين مع الطفله، وبدانا نشوف بقى ايه، دخلنا في صناعه الاسمنت. يعني عندك صناعه الاسمنت دوت كان عباره عن الاسمنت عباره عن ايه مره تاني؟ تاني عباره عن طفله مع حجر جيري. حجر جيري، حجر جيري دوت، الحجر الجيري بيتكون من معدن اسمه كالسايت. واخد بالك طبعا كل ما يزداد نقاء الكالسايت، كل ما يزداد نقاء الكالسايت ويكون مثلا درجه نقاوته عاليه قوي قوي قوي، بخلطه بنسب معينه مع الطفله وبعمل صناعه الاسمنت. يعني دلوقتي يا محمد اهو كل شايف المباني العملاقه، كل المباني اللي انت عاملها دلوقتي ومعتمد عليها كل المدن وكل الحاجات دي، لما عملت إيه اسمنت معدن الكالسايت. انت الاول كنت بتعمل البيت بتاعك ما تقدرش تعدى دور او دورين، شويه طوب بتحطه وبتخلطه بتلزقه ببعض بالطين وتقدرش تقف اكتر من كده، دور دورين اكتر حاجه. دلوقتي بقت تعمل يا محمد عماير بتوصل للاربعينات والخمسين دور، لولا ان انت اكتشفت اللي حاجه المعدن ده وطريقه خلطه ونسبه. وطبعا دي اهميه جيولوجيه رهيبه جدا جدا، ان هو الانسان ازاي يخلط المواد مع بعضها ويطلع بمنتج خطير جدا رهيب جدا، يعني ساعد على الانتشار البشري دوت، ان هو تقدر تعمل عماير بتعدي ال 40 وال 50 دور يا محمد. توسع راسي افضل، يعني اوفر مساحات كتيره، مساحات جدا كتيره قوي قوي. لو توسع افقي لا بقى توسع راسي، وطبعا ده غير بقى ناطحات السحاب اللي بتعدي كمان والكباري والانفاق بتاعتك وي قايمه اساسا على الاسمنت، اساسا على الاسمنت طبعا مع الحديد و و و، بس الاسمنت لولا الاسمنت ده كانت العمليه دي كانت هتبقى شاقه جدا، صعبه جدا جدا جدا. طيب صناعة الزجاج يا مستر هشام، صناعة الزجاج قائمة أيضا على أحد المعادن الهامة. أنا في اللي هو حضرتك أنت في لسه مديني دلوقتي كان منظر جميل جدا، اللي هو حاجة اسمها الكوارز، البلورة اللي احنا شفناها من شوية، الكوارز ديت. طبعا إن هي تكون بالنقاء دي مش كتير قوي. البلورة دي أصلا هي الرملة اللي موجودة اللي احنا بنشوفها في الصحاري، الرملة. كل ما طبعا بتزيد درجة نقاوتها وشفافيتها قوي وبتاع دوت اسمها ثاني اكسيد السيليكون. ثاني اكسيد السيليكون دوت معدن لذيذ جدا جدا، زي ما بتقول موجود في اماكن كتير قوي، يعني موجود عندي في الصحراء الغربيه، في الصحراء الشرقيه، في سينا. طب انا ممكن امسك اللي في الصحراء الغربيه ده اخده واستخدمه في صناعه بستخدم الرمله دي في صناعه الزجاج. هل ممكن اللي هو اللي موجود في الصحراء الغربيه استخدمه في صناعه الزجاج؟ لا يا استاذ محمد، مش كل الرمله هقدر استخدمها في صناعه الزجاج. رمله تكون ليها مواصفات معينه، درجه نقاء معينه، نسبة الشوائب فيها قليلة، يعني عاوز ثاني اكسيد السيليكون يكون نسبته عالية جدا جدا جدا، ثاني اكسيد السيليكون. قد ما تقل طبعا المواد الشوائب اللي الشوائب بتاعته اللي فيها، وخاصة الكالكيريس اللي هي المواد اللي ايه الجيرية، الشوائب الجيرية، قد ما تقل منها طبعا هقدر اتعمل ايه منتج جامد جدا، يعني ازاز. انت بسم الله ما شاء الله كل يعني حاجات كتير جدا في بيتكم، سواء زجاج اللي هو بتاع النافذه، سواء الزجاج بتاع الترابيزات، سواء التلفزيون دلوقتي بقى الشاشه بتاعتها، دخلنا في حاجات كتير قوي. الزجاج ده دخل في حاجات مصنوعات لا عدد لها، لا عدد لها. طبعا البايركس ويل والاركوبال والحاجات ديت الجميله قوي ديت اللي هي الايه في الطبيخ، بقى مصنوعات خطيره جدا جدا. صناعه جديده برضه يا مستر هشام، الحديد والصلب. لا لا يعني برضو يعني من الصناعات الحديثه القائمه تماما 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 على المعادن برضو. الحديد والصلب. انت من شويه دلوقتي كان بص اشاوريك بس التقدم بتاع الانسان. بص انت من شويه كنت يا استاذ محمد كنت بتاخد الهيماتايت ده مجرد انا اكتشفت فيه انه لونه جميل وزاهي وبيعيش فترات طويله، فرسمت بيه على الجدران. اعلى استخدام كان اجمل استخدام ليه وخلاص على كده، مفيش اي استخدام ليه يعني اكتر من كده، سواء الليمونايت الهيماتايت الكلام ده كده. بدات مع التجارب ومع التقدم التكنولوجي الرهيب اللي انا وصلت له، لقيت ان الحديد ده ممكن اسيحه مع بعض المواد الكيميائيه اللي بحطها سواء فحم او حجر جيري معاه، بقدر استخلص منه حديد صافي. الحديد ده بدات بقى
اشكل فيها يا محمد، اشكل فيه، اعمله سياخ اللي هي مستخدمه في المباني، اعمل حديد اللي هو درجات نقاوه عاليه جدا جدا بستخدمها في صناعه المواتير، سواء مواتير سيارات، مواتير اي مواتير، مواتير غساله، مواتير ثلاجه، مواتير، بدات ادخل منه اجزاء في الطيران. طبعا بدانا دلوقتي نطلع والسكة منتجات الحديد وقضبان المترو، ده غير بقى ايه فين يا محمد؟ الكباري المعلقة، يعني لا صناعات لا حصر لها. وحاجه تانية، العماير لسه اللي احنا كنا بنقول الاسمنت، الاسمنت الواحد يا استاذ محمد مش هيبني مش هي العماره، مش هيمسك العماره دي لازم كلها او النفق او الكوبري او لا، الحديد بدا لما الحديد ده استخدمه مع بنسب معينه مع الاسمنت مع الزلط مع خلطه معينه، عملت العماير الشاهقه ديت، وعملت العمدان، وعملت الايه الكباري، وعملت الايه الكباري والانفاق الخطيره اللي انت شايفها ديت بتعدي تحت البحر وبتعدي تحت الميه، انفاق دي كلها كانت معتمده طبعا على الاسمنت مع الحديد مع، فالحديد طبعا دخل في صناعه صناعات رهيب كتيره قوي 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 قوي، مع اننا كنا بدانا بيه ان هو بس برسم على الجدران، انتقلنا لايه لصناعات ان هو ايه زي ما انت شايف داخل في كل حاجه، في الحاجات فيها ميكانيكيه دخل فيها الحديد. حاجة برضو تاني بدأها الإنسان منذ القدم واتطورت مع تقدم العمر، صناعة الأواني الخزفية، الخزف الصيني. يمكن برضو كده نشوف لها بعض الصور، نشوف كده مع بعض ابننا ده كده شغال بيشكل أواني فخارية بالشكل ده كده، خلاص اتشكلت بالشكل الجميل ده، وفي النهاية بقيت أواني بألوان جميلة نقدر نعتمد عليها كأواني للطهي أو أواني للزينة وأعمال مختلفة كتيرة جدا في حياتنا. صناعة الخزف في الصين يا مستر رشيد. بص يا محمد، هو طبعا ايه في الاول زي ما اخدنا الطين دوت وبدانا نعمل بس منه اواني فخاريه وخلاص، واخد بالك ازاي؟ بدانا ندخل في الخزف الصيني دوت ايه، انتقلنا من ايه عاوزين نعمل اواني وعاوزين نعمل الكلام ده، الطين عملنا منه اشكال كتير قوي، عملنا بقولنا الطواجن اللي هي الاحدث شويه، دخلنا في بعض المعادن اكتشفناها محمد اللي هي ايه زي الفلسبرات او الكوارتزات او الكلام ده، بدانا نعمل اللي هو ايه حاجات حديثه شويه اللي هو بتقول عليها ايه الاركوبال والبايركس والمصنوعات اللي انت بتعملها دلوقتي دي كلها من مصنوعات من معادن بسيطه قوي، معادن بسيطه قوي قوي دخلت فيها ايه الحاجات ديت، حتى في معدن اسمه الفلسبار بدانا ندخله في صناعه السيراميكيات، السيراميك والكلام ده دوت والخزف والصيني، الحاجات اللي هي حديثه قوي للبنات دلوقتي بيدوروا عليها في ربنا يكرمنا جميعا، واخد بالك ازاي؟ بقت حاجات اساسيه في البيت، يعني دلوقتي بدانا ايه نستبدل فعلا فعلا حلل النحاس، الحلل الالومنيوم بتقل تدريجيا، ما قلتش ان هي بتاع، بدانا ندخل حاجه اسمها اركوبال والبايركس والحاجات ديت المنتجات الجديده دي والسيراميك، حلل السيراميك اللي بنسمع عنها، فبدات ايه تحل محل ايه لدرجه نقاوتها و و و و استخدام تاني برضو اخير وكلنا لاحظناه يا مستر هشام، الاواني المختلفة والمصنوعات النحاسية. اذا كانت اواني نحاسية يمكن النهاردة قلت كتير جدا، اذا كانت فازات او بعض اشكال الحلية المختلفة المصنوعة من نحاس، اذا كانت مواسير نحاس، اذا كانت اسلاك نحاسية باشكالها المتنوعة. وكمان ما بننساش المشغولات الذهبية ومشغولات الفضة والمشغولات المختلفة. طبعا كل الحاجات دي طبعا ايه يعني ما طبعا الدهب يعني لاستخدامه الكحولي او الفضه او باستخدامه الكحولي فليه مكانته وليه ايه يعني تقديره، الحاجات النحاسيه بدات تقل تدريجيا، بس لو برضه لو حاجه زي تحفه وحاجه قديمه بنفضل محتفظين بيها، انما الحاجات مثلا ايه حاليا دلوقتي الحاجات النحاسيه بدات تستبدل بحاجات كتير جدا جدا زي ما اتفقنا ايه في حاجات خاصه في حاجات الاكل وكده. طبعا دي المشغولات الذهبية بقى بأشكالها الممتعة وأشكالها الروعة للسيدات وللآنسات، طبعا احنا بالنسبة لنا المكلفة جدا يعني. نرجع بقى نسيب استخدامات يا مستر هشام المعادن قديما ونرجع بقى للمعدن، وعايزين نأكد على المعدن وعلى ازاي كون، احنا قلنا المعدن ده بيتكون مرة تاني كده بسرعة في عجالة، يا إما عنصر معين ذراته تبتدي تتحد مع بعضيها فكده يتكون من معدن من عنصر واحد فقط. يمكن من أشهر المعادن اللي هي بتتكون من عنصر واحد معدن الذهب، بنجد إن هو بيتكون من عنصر الذهب فقط لا غير،
معدن الكبريت نفس الكلام، عناصر بتتحد مع بعضها وتكون لي معدن الكبريت في النهاية. محدش يصدق الجرافيت عبارة عن معدن الكربون، عبارة عن عنصر الكربون، اتحاد ذرات الكربون مع بعض اتحدت وادتني شكل معدن الجرافيت اللي هو كلنا بنستخدمه في القلم الرصاص اللي بنكتب بيه او بنرسم بيه. مش هتصدق لما اقول لك الماس كمان اصلا عبارة عن عنصر واحد، عنصر الكربون، اتحدت ذراته بطريقة معينة بروابط قوية جدا وفي النهاية كونت لي الماس او الالماس. بعض المعادن يا مستر هشام تكون عنصرين. حضرتك اتكلمت عن بعض المعادن، اتفضل. بس طبعا كنت نفسي اعلق على، يعني ربنا يكرمك، على حته ان انت جبت لي الجرافيت والماس. الجرافيت والماس انت حضرتك قلت لي من عنصر واحد اسمه الكربون، يعني على فكره الجرافيت ده كربون، اللي انت حضرتك بتقول بيستخدمه في الرسم وبيستخدمه في الاعلام. هو الماس. بس الماس تعرض في باطن الارض الى ضغط عالي جدا جدا وحراره عاليه جدا جدا، فتغير كلمه بلوره بتاعته، تغيرت شكل البلوره بتاعته، بحيث ان ايه ترتيب العناصر بتاعتها لما اتعملت ادتني اللي هو معدن الماس. فدوت ايه يعني الكربون والجرافيت دولت معدن واحد، تركيبهم كيمياء واحد بس مختلفين. ندخل بقى على عفوا بعض المعادن تكون عنصرين او زي اكتر اللي قدامنا ده كده، يعني ده معدن الهالايت مستر هشام، اللون اللي هو الازرق دوت شويه او الصوديوم البنفسجي شويه ده عباره عن صوديوم، اللون واللون منها الاصفر دوت عباره عن كلور. الكلور. طبعا دي موجوده في صوره ايونات اتحدت مع بعض اديتني الشكل اللي واضح قدامنا دوت، اديني نظام بلوري بشكل المكعب اللي احنا شايفينه بيعبر عن معدن الهالايت. بص يا استاذ محمد، دوت لو مثلا في الميه اي محلول بيحتوي على الكلورين، على الكلور والصوديوم، بيبداوا يتحدوا مع بعضهم بترتيب معين منتظم. هتلاحظ بص يا استاذ محمد، اصفر وبين ازرق وبين اصفر وبين ازرق. طبعا انا بقولها ببساطه قوي قوي لكل مشاهدينا. المهم الترتيب ده عددهم وترتيبهم لازم في الاخر خالص يديني شكل على شكل مكعب. لو كانت مكعب صغير، لو كبر شويه وبداوا يتحدوا اكتر هيديني مكعب، بس مكعب على شكل مكعب. ولو وصلت ان هي بقت مكعب يعني من ملايين ملايين الذرات هيبقى برضه على شكل مكعب. دوت بنقول عليه معدن بيتكون من اكثر من عنصر، من اكثر من عنصر. هو بيتكون هنا عندي من عنصرين، فبيديني ايه دي اللي عاوزه نرجع لها برضو كلمه الشكل باللوري. المعدن ده اسمه في الجيولوجيا اسمه الهالايت، اسمه انا بسميه هالايت، هو احنا بنسميه ملح الطعام كاسم شائع، بتوع اخواننا بتوع الكيمياء بيسموها كلوريد الصوديوم، وانا عندي بسميه الهالايت. معدن الهالايت ده لازم يكون على شكل مكعب ايا كان حجمه، صغير او كبير. ودوت حتى شوفها في ملح الطعام، جيب عدسه صغيره او بسيطه قوي وبص على ملح الطعام اللي عندك في البيت او الملح الخشن اللي هو بيتباع في الملح. الاسواق الله برضه يفتح عليك، حتى. هتلاقي لازم يكون شكل مكعب، ممكن يكون حته حرف منه مكسور ولا حاجه، بس هو ايه لو شفت اي واحده سليمه هتلاقي على شكل مكعب. ده تكون نتيجه محلول تبخر الميه من حواليه واتحدت عناصر الكلور والصوديوم مع بعضهم ودون الشكل الايه اللي هو المكعب اللي احنا شايفينه دوت الايه بتاع. طبعا في عناصر، في مواد كتير جدا جدا بتتكون من ايه، من اكثر من عنصرين، حضرتك يمكن ذكرناها من شويه اللي هو زي الكوارتز، الكالسايت اللي هو استخدمناه في الاسمنت، في كالسيوم وفي كربون وفي اكسجين. الله يفتح عليك. في برضو الجبس فيه كالسيوم وكبريت واكسجين. اكسجين، الله يفتح عليك. فدي مثلا عناصر ديت، والكوارتز اللي احنا اتكلمنا عليه في صناعه الزجاج ده بيستخدم في صناعه مثلا اللي هو بيتكون ايه من سيليكون واكسجين بس، ذره سيليكون واثنين ايه اكسجين. فدوت على طول ايه طبعا في الحاجات ديت بنستخدمها. بعد اذنك مستر هشام نخرج فاصل ونستكمل لقائنا مع اعزائي المشاهدين مره اخرى. اعزائنا المشاهدين، طريقه جديده تتكون بيها المعادن، احنا مستر هشام اكد معانا من شويه وقلنا ممكن نتيجه حدوث ارتفاع في درجه الحراره بتتعرض لبعض المحاليل فيبتدي يزداد معدل التبخر، الايونات اللي في المحلول تبتدي تتجمع مع بعض وتبتدي تبني بلورات. بلورات ديت تكبر بمرور الوقت. من اشهر المعادن اللي اتكونت بالطريقه ديت معدن الهالايت. يا ترى مستر هشام هل في طرق تانية ممكن يتكون بيها المعدن في الطبيعة؟ لا، اللي انا قلتها دي يا محمد دي طريقة اللي هي الايه اللي انا شفتها بعينيا، يعني اللي انا ايه قدام عينيا كده بسيطة قوي قوي، في بحيرة بركة كلام زي دوت، ودي حاجة بنقول عليها سطحية. بس المعدن تكون اساسا نتيجة تبريد صهير،
يعني الكرة الأرضية أصلا أول ما اتكونت كانت عبارة عن كتلة من الصهير، كانت كل العناصر دي كلها ما فيش حد متحد مع التاني خالص، ولا في معادن ولا كان كتلة من الصهير. بدأت تبرد العناصر دي، وهي بتبرد درجة حرارتها بتنخفض تدريجيا، بدأت العناصر دي تتحد مع بعضها بتكون لي معادن، واخد بالك ازاي؟ طبعا برضو بترتيب كيميائي وبتاع. انا ادينا الصوره المبسطه الاول للمحاليل، بس لا تعال، هو الصح الاساس عندي الصخور الناريه، المعادن اتكونت من الصخور الناريه، فبدانا ايه؟ من الصخور الناريه، ده التركيب الاساسي. طب نشوفها مع بعض كده في فيديو اعزائنا المشاهدين، تعالوا كده نشوف مع بعض الكرة الأرضية. يمكن لو جينا شفنا مكوناتها بنجد إن الكرة الأرضية فيها زي ما قلنا فيها منطقة اسمها القشرة الأرضية، في منطقة اسمها الوشاح، لب الأرض الخارجي، لب الأرض الداخلي. لما أمسك الكرة الأرضية وأشوف الصخور اللي موجودة فيها نجد مفاجأة، معظم الصخور دي كانت صخور نارية، يعني جزء أقل شوية صخور متحولة، والأقل على الإطلاق الصخور الرسوبية. نشوف كده مع بعض الصخور النارية، طريقة من طرق تكوين الصخور النارية. يبقى في عندي بركان بالشكل ده كده بينشط فيه الصهير، كل ما بينشط الصهير بيبتدي بيضغط على الصخور أكتر. الضغط دوت ممكن يكون سبب في حدوث ثورة للبركان، ممكن يبقى اندفاع صهير، ممكن يبقى ضغط غازات. المهم ما تحصل ثورة للبركان وخروج الصهير أو الطفوح البركانية على سطح الأرض بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. طبعا أول ما الطفوح البركانية دي بتلامس المية أو الهواء تبتدي حرارتها تنخفض، ده بيخلي العناصر اللي في الصهير ده تبتدي تتحد مع بعض. نشوف كده ادي الصهير ابتدت حرارته تنخفض، ابتدى يبرد. هنخش جوه الصهير ونشوف كده ايه اللي هيحصل فيه الوقت. ابتدي الصهير دوت شايفين كده كان كله سائل، ابتدي العناصر تتجمع مع بعض. لاحظوا ان في اشكال بتتبني شويه بشويه شويه بشويه، وكل ما الصهير خد وقته في البروده البطيئه جدا كل ما خد وقته ان يكون بلورات اكبر حجما. شفنا كده البلورات اتكونت وبقي حجمها اكبر. فعامل مهم جدا في حدوث التبلور ان الصهير يبرد ببطء شديد جدا جدا جدا، كل ما برد ببطء شديد كل ما كانت فرصة ان يديني بلورات اكبر في الحجم واقل في العدد. طبعا دي الطفوح البركانية اللي احنا شايفينها وهي خارجة من فوهة البركان وبتمشي على سطح الارض، اللزوجة بتاعتها مختلفة، بعضها لزوجته عالية وبعضها لزوجته قليلة. شايفين كده بتاخد اشكال مختلفة غاية في الروعة على سطح الارض. هنا يا محمد، استاذ محمد، انت دلوقتي من شوية كنت جبت لي صورة جميلة قوي. كل ما بتاخد فترة اطول في البرودة بتبدأ البلورات تكبر في حجمها، كل ما بتاخد وقت اطول. يعني مثلا هتبقى البلورات عامة في الحتة دي بلوراتها صغيرة جدا جدا جدا. الصخور النارية البركانية بتبقى معروفة ان هي عشان لمسة الهواء او المية بتبرد بسرعة، عشان كده بلوراتها بتبقى حجمها صغير لكن عددها كتير. لكن الصخور النارية اللي اتكونت على اعماق كبيرة بتبرد ببطء شديد، عشان كده تقدر تبني بلورات اكبر حجما. ده الاساس بقى عندي في تكوين الصخور، ده الاساس عندي في تكوين الصخور اللي اساسها برضو ايه؟ الصخر الواحد من دول. يعني مثلا انا اسمع مثلا في صخر نقول عليه الجرانيت، الجرانيت ده بيبقى بيحتوي على عده معادن، فيلسبار، مايكا، وكوارتز، ماشي؟ مثلا بازلت بيتكون من اولوفين وبيروكسين. التركيبه ديت كل من دول اسمهم معدن، سواء بقى اتكونت حجمها كبير او حجمها صغير بتديني اللي هو الصخر ده. طبعا حجم البلورات بتفرق معايا قوي، لو كل ما بيزيد تركيز العناصر في بعض الصخور دي بنلاقي بقى بعض العناصر او بعض المعادن اللي هي بتكون نادره، بس ايه، تعتبر بالنسبه لي كميتها كويسه قوي، لابدا ادور عليها واستخدمها في حياتي العمليه. بس الصخر الاساسي اللي اتكون عندي الصخور الناريه، الله يفتح عليك، والصخور الايه، الرسوبيه. يعني مثلا ايه، انا عندي بعض المعادن اللي بنستخرجها من الصخور، المعادن ديت طبعا كل واحد ليه قيمته الاقتصاديه، بحاول استخرجها من الصخور اللي هي اتفقنا عليها، اللي هو قلنا عليها اساسيا ايه، صخور ناريه والمتحوله، دوت اكتر نوع من الصخور، والصخور الرسوبيه
لانها انا بتعامل معاها وبتبقى عوامل التعريه فتفتتها تماما ونحلتها، فسهل استخرج منها المعادن. على فكره يا استاذ محمد، من حاجات المعلومات المهمه قوي، المعادن الاقتصاديه تبقى موجوده بكميات رهيبه جدا في الناريه والمتحوله، بس عشان تكلفه استخراجها بتبقى مكلفه قوي، فبيبقى احيانا ما بقى ايه بيبقى إيه؟ ما بلجأ لهاش قوي. المعادن اللي بجيبها من الصخور الصوبيه بتبقى اسهل شويه واستخراجها اسهل شويه، فبتبقى تكلفه الاستخراج وتكلفه اللي هو استخلاص المعدن من وسط الصخر نفسه ارخص بكتير، فهيبقى له قيمه اقتصاديه عندي واقدر ايه استخرجها. عشان كده بيبقى اسهل شويه لاستخراج المعادن من الصخور الرسوبيه، ومش معنى ذلك ان انا بلغي الصخور الناريه، لا بعملها، بس ايه اذا كان تكلفه الاستخراج والاستكشاف و اقل من العائد الاقتصادي بتاعها، يبقى اقول عليه اقتصادي واقدر استخرجه ساعتها. خد بال حضرتك، نرجع تاني يا مستر هشام. انا لو قدامي صوره زي الصوره اللي قدامنا دلوقتي كده، عباره عن مجموعه معادن، انا عايز افرق ما بينهم بقى مستر هشام، يعني انا دلوقتي في الجبل، عايزين نبتدي نشوف بعض الخواص المختلفه اللي تقدر تفرق لي ما بين المعادن. انا احس ان الوانهم متقاربه، الصفات بتاعتهم تحس ان هي متقاربه، هنقدر نميز ما بين مجموعة المعادن ديت ازاي مستر هشام؟ الله يكرمك. السؤال بقى بصراحة هو يعني ايه، يبدأ بقى هنا بقى ايه حرفة حتة الجيولوجيا، التخصص بقى. التخصص قوي يعني قوي احنا قوي. دخلنا كده في راجل جيولوجي شغال في المعادن، صح؟ الله يكرمك. يعني انا بطلع الجبل فبلاقي مثلا الصخر الابيض، الحاجات اللي لونها ابيض دي ممكن الاقي، او اللي هو الايه بنقول عليه شفاف، ممكن الاقي كذا صخر ادخل. انا اعرف الكوارتز شفاف كويس، اللي هو زي ما شفتها حضرتك وجارتها، الكوارتز ده شفاف، كالسايت، كالسايت النقي شفاف، الهرايت اللي بقول لك عليه اللي هو ملح الطعام شفاف، فانا ممكن اي واحده من الثلاثه دول الاقيها، طب ده كوارتز ولا كالسايت ولا هرايت. وطبعا في معادن كتيره جدا بنفس الصفه، حاجات لونها ابيض في كتير قوي، حاجات لونها اسود. طب ازاي الله يكرمك ازاي افرق ما بين المعادن وبعضها؟ طبعا في عندي اول حاجه، انا ماشي على الجبل دلوقتي زي ما كان الدكتور احمد عبد الجواد كان الله يكرمه طلعنا في رحله جبليه كده، وطلعنا ايه شفنا الحاجات الادوات اللي بنستخدمها، سواء الشاكوش والادوات اللي بستخدمها في الجبل. انا دلوقتي قاعد على الجبل معيش اي مصادر غير ايه المصادر اللي تعتمد على حواسي، فانا هبدا استخدم الحواس بتاعتي الاول عشان افرق تفريق مبدئي، تفريق مبدئي ممكن اقدر اعرف 90% المعدن ده ايه هو. لما اوصل بقى الكليه عندي، او لما اوصل عندي في المراكز البحثيه بتاعي، او المعمل بتاعي، اقدر بشويه تجارب كيميائيه ومعمليه دقيقه شويه اقدر اقول ايه ده معدن كذا وقيمته الاقتصاديه كذا وفي استخدام وفي ده ايه فوائد كذا وكذا وكذا. نبدا بقى ايه بالطريقه بالحواس بتاعتي ازاي افرق ما بين المعادن. في طبعا طريقتين، في خواص بتعتمد على خواص على تقريبا العين بتاعتي، على خواص بصريه، ونشوف بعد برضو ايه خواص تماسكيه تعتمد برضو على التماسك بتاع المعدن. نمسكهم واحده واحده. نبتدي الاول الخواص البصريه في التمييز بين المعادن. طبعا الخواص البصريه بتعتمد على تفاعل المعدن مع مين بالتحديد يا مستر هشام؟ مع الضوء. مع الضوء. الضوء الساقط على المعدن او المنعكس من عليه. من اشهر هذه الخواص خاصيه اسمها الباريكو. عايزين نتفرج مع بعض على الفيديو ده كده بسرعه ونشوف برضو مجموعه من المعادن. طبعا قدامنا بعض العينات من المعادن، يمكن اسميها ما تهمناش كتير، يعني انا عندي ده معدن اسمه الجالينه. الجالينه ده البعض بيعتمد عليه في صناعه الكحل، الكحل الخام. شايفين كده ليه لمعه مصر هشام مميزه، تحس ان ليه لمعه جامده. ده البايرايت. الله يفتح عليك. الجرافيت. ايوه. بص يا استاذ محمد، رغم ان هم حاجات غامقه بس ليها لمعه، حاجات غامقه. شوف بقى لما هنا بقول عليهم ليهم لمعه، فبريم ليهم بريق، بنقول عليهم بريق فلزي. بعض المعادن اهو ليها بريق فلزي، والبعض الاخر ليه بريق اقل شويه بنسميه بريق لا فلزي. ايوه. بص الحاجات اللي تحت دي رغم ان هي لونها ابيض بس ما فيهاش اللمعه، الحاجات اللي يعني زي الجلينه اللي حضرتك وريتها لي، الجلينه بسم الله ما شاء الله لامع لامع، يعني قريب شويه من الازاز.
يعني ده معدن ليه بريق يعني ده مايل المايك ده المايكا، بص اللمعه بتاعته لمعه جديده قوي قوي قوي، واخد بالك ازاي؟ بس هو دوت من برضه البريق اللي هي فلزي، بس لمعته قريبه شويه من ايه؟ من الحاجات الفلزيه. طبعا كان في حاجات اسمها اللي هو البايرايت والجارينا وكده. ده تلك، تلج. بص تحس لمعته زي الحرير شوية كده بس مطفية شوية. الله يكرمك، ده كوارتز، بص لمعته زجاجي او ايه او كالسايت برضه، قريبة الاثنين بيطوا من الإزاز قوي قريب من الازاز قوي قوي قوي. برضو. المايكا ايوه ده بريق قلنا لا فلزي، واخد في معادن لا فلزية برضو، يعني بريقها يكاد يكون مفيش خالص، يعني لمعتها قليلة جدا جدا جدا، يعني زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. طبعا دي كلها يبقى كده في بعض المعادن بتلمع لمعة جامدة بنطلق عليها بريق فلزي. اللي قدامنا ده الكاولينايت، كولنا مفيش خالص تراب يعني. تحس ان اللمعة بتاعته قليلة او مطفي خالص. ده بقول عليه بريق ترابي، بريق مطفي، يعني ممكن اقول عليه ايه؟ يعني من اقل المعادن بريقا بريق في الطبيعه، في الطبيعه بنطلق على البريق بتاعه ارضي او مطفي او ترابي. ترابي. الله يفتح عليك. يبقى كده، يبقى حضرتك كده من الحاجات من الامثله اللي وريتها تاني، في بريق فلزي، وده بيميز المعادن اللي هي تقريبا نشوفها فلزيه او بالتفصيل اكتر يا مستر هشام. يا ريت. ادي البريق الفلزي، يمكن ده معانا معدن الذهب. الله يفتح عليك. الذهب الخام طبعا ليه لمعه كده مميزه، بريق فلزي، النحاس، الجالينا ايوه ليها لمعة مميزة، البايرايت، البايرت. الله يفتح عليك. دي كلها معادن ليها بريق فلزي بتلمع، لمعة سطحها لامع أو ساطع الضوء بيسقط عليها بتدي لمعان جامد. ده البريق الفلزي. تاني نشوف بقى البريق اللا فلزي، الماس ده الكوارتز. كورز الكوارتز حس ان هو عامل ازاز، حس زي بالظبط البلور زي الكريستالات الصخري، اللي هي في البيت عندك الزجاجيه ديت، البلور نفس الصخري، الله يفتح عليك. نفس كالسايت كالسايت برضه نفس زي ما حضرتك قلت شفاف يا مستر هشام، وبرضه البريق بتاعه لمعته زي ده الازاز. لمعة الازاز بالظبط. في البريق اللؤلؤي بقى من المعادن بقى الجميلة جدا، الفلسبار في الطبيعة. قطعة الفلسبار ديت بريقها كده بتلمع لمع بألوان الطيف كده جميلة. طبعا الضوء بيسقط على المعدن هنا وبيقدر يديني اللمعة يتلألأ، الجميلة دي بتحس ان كده. هو بنقول حل اللفظ كده عندنا، بنقول يتلألأ الضوء عليها، يتلألأ بيتموج كده عليها. البريق الماسي بقى ده ولينا برضو واقفة معاه مستر ريشيم، دي بلورة ماس كبيرة في الحجم، بنلاحظ الضوء لما بيسقط عليها بيبقى ليها لمعة برضو مميزة. قطعة ماس خام لسه لسه لم لسه ما خلتش. تصنع بعد. طبعا بيقطعوها يا استاذ محمد وبيعملوها عشان بحس ان هي كحته كبيره كده ما بتتباع، يعني بيعها اقتصاديا مش هتبقى مميز قوي. بتتقطع طبعا، بتتعمل اشكال طبعا، الاشكال الجميله بتاعت الخواتم والقطع الحوليه ديت وتتباع، بس طبعا ماس. طبعا برضو اللمعة بتاعتها لمعة مميزة، وفي نفس الوقت كده تحس ان بيطلع منها الوان كده مميزة، اللون الاحمر البنفسجي لما بيحرك المعدن كده بيقدر يعرضه. بتديني الوان الطيف كلها، بس الاحمر والبنفسجي بيبقوا عاليين قوي قوي فبيبانوا درجه كبيره قوي. ده الكولينايت حضرتك قلت الكاولينايت عليه. اللي احنا قلنا عليه بريقه ارضي او مطفي او ترابي. يبقى دي كده خاصية برضو من الخصائص اللي بنقدر نميز بيها بين المعادن يا مستر هشام، خاصية البريق. البريق الله يفتح عليك. نشوف خاصية تانية، خاصية اللون. بعض المعادن يا مستر هشام عايزين نتكلم برضو عن خاصية اللون ديت ونتكلم عليها كده في المعادن المختلفة. والله بص يا استاذ محمد، اللون ده الضوء الابيض ده لما بينزل على اي معدن بينعكس منه موجات من المعدن ده، الموجه اللي بتوصل لعينيا هي دي اللي بتبقى اللي هو لون المعدن، فبتديني الاحساس باللون بتاع المعدن. طبعا الصفه دي صفه خادعه، يعني اللون ده صفه مهمه جدا. يعني اول ما بشوف معدن، اول ما بشوف لونه اصفر، لونه ابيض، لونه شفاف، لونه بديله صفة على طول، أول صفة بوصفها بعينيا اللون. بس مع التجارب العملية والبتاع، ما في مثلا كذا معدن لونهم، أو في معدن واحد بيبقى ليه عدة ألوان. فمعنى ذلك إن اللون دي صفة ما أقدرش أعتمد عليها قوي
في ايه، في ان انا اقول ايه، اخد قراري ان المعدن ده اسمه كذا. كمثال دلوقتي هتديه لي ان اللون، المعدن الواحد ممكن يتغير لونه بسبب، يتغير لونه بسبب لو بيحتوي على شوائب حسب كميتها وحسب نوعها، ولو بيختلف فيه في اختلاف في التركيب الكيميائي اللي هو النواة الروابط اللي جوه المعدن ده، واخد بال حضرتك ازاي؟ فلو احتوى على شوائب او اختلف التركيب الكيميائي المعدن ده يختلف لونه. فعندنا مثال طبعا حضرتك شفت معاك فيديو جميل طب جدا نشوف جدا. بس الاول يا مستر هشام هنمسك المجموعه الاولانيه من المعادن اللي هي لونها ثابت شويه، ثابت. الله يفتح عليك. نخلص منها الاول وبعد كده نشوف المعادن اللي هي متغيره الالوان. طب الله يكرمك. من اشهر المعادن ثابته اللون معدن الكبريت اللي قدامنا دوت، وده لونه اصفر. يعني يبقى في معدن اسمه محمد، معدن بنقول عليها ثابته او حقيقيه، لونها حقيقي ثابت مهما كان فيها شوائب مش هيتغير لونها، مهما كان فيها شوائب مش هيتغير لونها، لونها ثابت حقيقي هيفضل زي ما حضرتك اديتني الامثله دي. الكبريت دوت واحد. عندنا كمان الملاقايت، الملاقايت ده بقى ايه يعني؟ شايفين حكايه. اللون بتاعه جميل ازاي؟ طبعا هو لونه اخضر، بيبقى ليه اشكال غاية في الروعة في الطبيعة. بيدي على البترول شويه، على الاخضر شويه، يعني الوان جميله جدا، يعني ممكن فعلا فعلا يتعمل منه فصوص ويتعمل منه حاجات حوليه يعني جميله قوي. لما يتعمل مثلا فص خاتم او دلاية كده في سلسلة او اي حاجة شكلها شكل كده جميل، جميله فعلا. تحفة، يعني هنشوف ليه اشكال جميلة جدا في الطبيعة الملاكايت دوت. طبعا ده كده لسه لم يصنع بعد. شايفين اتعمل تمثال صغير بالشكل ده كده، طبعا بصمة الانسان، العلبة بص الجميلة دي كده برضو معمولة من معدن الملاكايت، لا شكلها تحفة. شكله جميل جدا جدا جدا، لونه ثابت زي ما هو كده. ده اسمه معدن الملاكايت مرة تاني ده، وده كده لون الأخضر المميز اللي بيتميز بيه من المعادن اللي ليها لون ثابت في الطبيعة. نرجع كده مستر هشام، الله حضرتك يفتح. كده قلت كده في معادن لونها حقيقي أو ثابت ده يتغير. زي ما قلنا، زي الكبريت كان لونه أصفر، الملاكايت كان لونه أخضر. أخضر. مجموعة أخرى ودي بتشمل معظم المعادن، بنجد إن لونها بيتغير زي ما مستر هشام قال من شوية، نتيجة تغير تركيبها الكيميائي أو احتواء المعدن على بعض الشوائب اللي هي ممكن تلعب دور في تغيير لونه. من أشهر المعادن ديت معدن إيه يا مستر هشام؟ الكوارتز. 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 طبعا ده ليه مجموعة هائلة من الألوان، عايزين نشوفها كده برضو مع بعض ونحس بجمال ألوان الكوارتز كده مع بعض أعزائنا المشاهدين. هناخدها كده في فيديو كده سريع، وبعد كده نقعد مع كل لون نوصف جمال المعدن دوت. طبعا ده الكوارتز الشفاف اللي احنا سميناه البلور الصخري. البلوره بتبقى شفافه جميله بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. في الكوارتز البنفسجي بنطلق عليه اسم الاميسيست، بيبقى ليه اشكال روعه، نشوف اشكال كتيره ليه بعد شويه كمان. بص البلورات يا محمد جميله جميله جميله، يعني فعلا. واشكال حطها بقى في الصالون بتاعك، حطها فين انت. كوارتز الوردي برضه رائع. طبعا برضو يعني بيستخدم في صناعات مختلفة، احجار يعني ما بقاش حجر بس كده وطلع خلاص كده، لا ده ايه، ده زي ما احنا شايفين كده بيطلع الحجر ويبتدي الانسان ما بيسيبوش، بيشكله اشكال متنوعة يقدر يستفيد منها في صناعة الحلي والزينة كمان. شايفين كده ده الكوارتز الرمادي او المدخن، ده جميل، شكله رائع. هنقعد بقى الوقت يا مستر هشام مع كل لون من الالوان ديت ونشوف ايه سبب اللون دوت. يعني نبتدي برضو برحلتنا مع من اغلى انواع الكوارتز اللي هو الاميسيست، اللي هو الكوارتز اللي مدي على اللون البنفسجي شويه. ده بص يا استاذ محمد، لما بيدخل فيه شوائب طبعا، هي الموضوع ده موضوع يعني معقد جدا جدا. الشوائب طبعا ما بيبقاش فيه شائب لوحده، بس بيبقى مجموعه من الشوائب. الشائب اللي اكتر يعني كميه بيأثر على التركيب الكيميائي للمعدن، فبيخلي اللون يتغير بالمنظر ده. يعني مثلا عندي الكوارتز الايه اللي هو البنفسجي، البنفسجي ده البنفسجي ده فيه شوائب من الحديد،
يعني نسبة بسيطة قوي من الحديد دخلت فيه فعملت المنظر ده. وكل على فكرة ما اتغيرت النسبة، كل ما اتغيرت درجة اللون، الله يعني يفتح عليك. بتديله روعة اكتر وجمال اكتر. وشكل يعني ده شكل الاميسيست. نشوف برضو شكل اخر ليه بالشكل الجميل ده كده، الوان تانية ودرجات تانية خالص. حسب بقى كمية الايه الشوائب ديت وتركيزاتها جوه المعدة. بتدي طبعا شكل جميل. ده كده قطعة هي لسه مستخرجة من الطبيعة. يعني تخيلوا بقى لما تتاخد قطعة صغيرة منها وتتحط فص في خاتم، او يتعمل منها عقد كده، او يتعمل منها انسيال بشكل جميل. نحس بقيمة حاجة زي كده وبجمالها في الطبيعة بيبقى عامل ازاي. يبقى هنا مرة تاني الاميسيست سببه ان الكوارتز دوت بيحتوي على شوائب من اكاسيد الحديد، تركيزات مختلفة اديته اللون البنفسجي الجميل اللي بنقدر نعتمد عليه كحجر كريم او كحجر للزينة. ده اسمه مرة تاني الاميسيست، احد صور الكوارتز. نشوف برضو شكل اخر ليه بجمال اخر وروعة اخرى. شايفين كده شكل المعدن هنا جميل ازاي يا جماعة؟ طبعا يعني ولا اروع. اسمه الاميسيست. صورة اخرى مصر ريشين البلور الصخري. طبعا البلور الصخري اللي هو الكوارتز الشفاف بالشكل الجميل اللي قدامنا، واشكال مختلفة من البلورات. واستخدمها في بيتك كزينه، يعني كما يحلو لك، كما يحلو لك بالشكل اللي انت عايزه، بيبقى شكلها جميل جدا يا استاذ محمد، يعني اشكال فعلا رائعه. ممكن يعني بتجيب مثلا عده اشكال كده وتحطها مثلا في الصالون او تبقى شكلها لذيذ جدا جدا. لو هي حجمها كبير قوي، ويعني ككوارتز لقيت حته كوارتز كبير قوي من الشفاف دوت ألوان بالشكل تانية ده. برضو من كوارتز زي لا كوارتز عامل في الكوارتز الوردي دوت كمان كان رائع اللي انت وريتوني من شويه. طبعا من المعادن الجميلة جدا في الطبيعة. نشوف معدن آخر مستر هشام، المعادن متغيرة اللون، معدن السفالرايت. اسفالي رايت طبعا ده تحفة لوحده. السفالرايت من المعادن اللي هي بيبقى لونها أصفر شفاف بالشكل الجميل ده كده. تخيلوا بقى المعدن ده تركيبه الكيميائي كبريتيد الزنك، لونه أصفر شفاف جميل بالشكل الروعة اللي قدامنا ده كده. حاجة رائعة، ولما اشوفه كمان يعني في الطبيعة يعني جميل جدا جدا سبحان الله. فعلا فصوص تخيلوا برضو كده قطعة المعدن دي دلوقتي كده اتشكلت، عمل منها فص روعة. فص ده فص بقى يبقى في سلسلة او في خاتم، يبقى حاجة كده ولا اروع ولا اجمل. المعدن ده مصر هشام لونه بيتغير برضو طبعا حسب الشوائب اللي بتبقى موجودة فيه. طبعا هو لونه دلوقتي اصفر شفاف. ممكن ايه اللي يحصل بقى في عشان يغير لونه؟ لو دخل عليه شوائب من الحديد، لو دخل عليه شوائب من الحديد تحل محل الزنك، هيتحول لونه للون بني تماما. تغير لونه. نشوف كده مع بعض. في بعض الاحيان السفالرايت بيزداد، يعني بيبقى غامق قوي، يعني مايل للون البني بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. وبرضه ليه بيبقى مرة جميل، تاني بيبقى جميل برضه يا استاذ محمد، بس ايه، شوف من الاصفر للايه للبني درجة اللون هنا اختلفت اختلفت خالص. تماما. طبعا الاولاني كان لونه اصفر شفاف، هنا دخل للون البني اغمق شوية نتيجة احلال بعض ذرات الحديد محل ذرات الزنك. يبقى كده مستر هشام نقدر نعتمد على خاصية اللون في التمييز بين المعادن. لا ما زي ما شفت يا استاذ محمد، مثلا انت جبت لي كوارتز كذا لون، انا المشهور في دماغي في الكوارتز مثلا ان هو مثلا لونه شفاف او احتمال ابيض، واخد بالك ده المشهور بالنسبه لي. بس ان انا الاقي حاجه لونها بنفسجي واقول ان ده كوارتز، حاجه لونها وردي واقول ده كوارتز، حاجه لونها مسود واقول ده كوارتز، دي مش مألوفه بالنسبه لي، مش مألوفه بالنسبه لي، فبالتالي بتعمل لخبطه عند الواحد. فبالتالي ايه، اللون دي صفه باخدها بكتبها كذا ما هي، وبعتمد على بقية الصفات الأخرى اللي احنا اتكلمنا عليها لسه ايه، وهنكمل تكملتها. بس اللون دي صفة قليلة الأهمية بالنسبة لي في ان انا اتعرف على المعدن، بسجلها عندي برضو في الشيت بتاعي، وانا بعمل شيت كده بيوصف المعدن او العينة اللي انا ولقيتها، اكتبها اللون بتاعها كذا، بس ما تكونش القرار بان انا اعرفه ايه هو ما تكونش معتمدة على صفة اللون.
نرجع لخاصية جديدة مستر هشام، خاصية المخدش. خاصية المخدش يمكن برضو من الخصائص الهامة اللي بنقدر نميز بيها بين المعادن المختلفة. يعني ايه مخدش مستر هشام برضو عشان نحس بالخاصية دي؟ طيب بص يا معمر، انا لما اكون مثلا ماسك الصخر كده واقول لك ده لونه ايه، وانت واقف كده مكانك كده تقول لي لونه كذا، ده ان انا بوصف السطح الخارجي وهو كتله، فبتقول لي لونه ازرق ابيض احمر اصفر. هجيب المعدن ده واخدشه على ايه؟ على لوح. ايوه لوح مثلا من المخدش زي كده بيبقى معايا دوت، بيبقى او على فكره لو مش موجوده معايا القطعه دي بيبقى معايا قطعه صيني مكسوره، طبق صيني، فنجال صيني، واجيب الحافه بتاعتها الخشنه ديت واكحت الصخر بيها. حلو. البودره او اللون اللي هيظهر على الطبق او على القطعه ديت ده بسميها صفه المخدش. يبقى انا بوصف البودره، بوصف لون المسحوق، بوصف لون الايه؟ المسحوق. يبقى المخدش هو لون مسحوق المعدن لما احكه على قطع من ايه؟ البورسلين او الخزف غير مصقول. شوف كده طبعا دي حضرتك، معادن مختلفة، عشان يحصل على لون المخدش بتاعها شايفين كده بيحك المعدن على لوح المخدش المصنوع من الخزف زي ما احنا شايفين كده بيديني مسحوق. شايفين لون المسحوق ده على فكرة من الخصائص اللي هي بتميز بعض المعادن. خلاص يعني بعض المعادن كده بتبقى ليها مسحوق مميز بيها مهما تغير لونها لكن لون مخدشها واحد. احنا دلوقتي بنشوف ازاي نقدر نحصل على لون المخدش. شايفين كده بعمل ايه مرة تاني؟ بجيب المعدن اهو وبحكه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده على لوح المخدش اللي بنطلق عليه لوح المخدش الخزفي. طبعا لوح المخدش ده هنا لونه ابيض ليه؟ لان انا شايف المعدن لونه غامق، فمش معقولة هجيب لوح مخدش غامق اشوف بيه لون مسحوق غامق، لا لازم اجيب لوح مخدش هنا لونه ابيض. لو لاحظنا كده دي الوان والوان غير بعض كمان طبعا. لكن لو المعدن اللي عندي لونه فاتح مش هينفع استخدم لوح المعدش الابيض الله يا يفتح مستر عليك. هشام، ايوه فده مثلا معدن التلك عندي ما هيديني مسحوق ابيض، ابيض على ابيض مش هيظهر. لكن اجيب لوح معدش غامق بالشكل ده كده اقدر اعين بيه خاصيه المعدش دي. تعالوا نشوف كده مع بعض بعض المعادن وازاي خاصيه المعدش بتبقى فيصل في التمييز بينها. لو جينا شفنا عندنا من اشهر المعادن اللي نقدر نميز ما بينها عن طريق خاصيه المعدش معدن اسمه معدن الهالايت، معدن اسمه الهيماتايت. الله يفتح عليك. الهيماتايت مستر هشام، الهيماتايت قدامنا اهوت قطعه ديت لونها رمادي بص يا محمد، هو الهيماتايت دوت والقطعه ديت لونها احمر ودي رماديه. الله يفتح عليك الاثنين. بص الهيماتايت ده ممكن اليه في الطبيعه، ممكن اليه لونه احمر زي يعني دموي كده اللون الاحمر، وفي ممكن الاقي قطع رمادي غامق بيدخل للرصاصي كمان، واخد حضرتك ازاي؟ بس في كلتا الحالتين اللي هو الرمادي او الاحمر لو حكيتهم على لوح المخدش الخزفي دوت هيدي لك ايه؟ لازم يدي لك لون احمر. يعني لون المسحوق بتاع العينتين بالرغم من اختلاف لونهم لكن وجدنا اللون المخدش بتاعهم، لون المسحوق بتاعهم كان واحد، لون المسحوق بتاعهم كان في الحالتين احمر. نفس الكلام لو جينا شفنا عندنا معدن اسمه معدن البيرايت، معدن البيرايت لونه اصفر مايل للذهبي شويه، اصفر ذهبي. لو جيت انا شايف لونه اصفر ذهبي لكن لو جيت خدشته ابص الاقي لون مسحوق مميز جدا. لون مسحوقه ايه؟ لا مش اصفر ولكن لون مسحوقه اسود. اسود. نشوف كده الصوره دي كده مع بعض مره تاني. معدن اسمه معدن البيرايت لون مسحوقه زي ما احنا شايفين كده لون مسحوقه اسود، لون المخدش بتاعه اسود. هنقف وقفه بقى مع البيرايت ده مستر هشام. من الحاجات اللي كانت لذيذه جدا البيرايت ده، كنا مثلا واحنا في الجبل يعني مثلا نلاقي بيرايت، فبعض الزملاء كان ايه يتخدعوا يقولوا ذهب ذهب قطع ذهب لقينا ذهب، فبتبقى من الحاجات الفكاهيه اللذيذه جدا. فحتى هو دايما يبني امال واحلام بقى ان هو اكتشف ولقيت حته ذهب. الذهب قد كده ولقيت حته الذهب قد كده وفرحانين قوي، بنروح للدكتور او معانا المرشد اللي معانا دكتور معيد وكلام ده، ده قطعه ذهب، فحتى بنسميه فولت جولد، الذهب ذهب الخادع المغفلين او الخادع خادع، واخد بال حضرتك؟ فبيقول لهم ايه تعالوا نشوف الذهب، كان طبعا واضح جدا جدا ذهب الفرق بين الذهب والبيرايت. كان يجيب البيرايت ده ويحكه على قطعه الخزف
ويلاقي لونه ايه؟ بيديني لون اسود. طبعا خلاص احنا كل كده بالمدرسه بيت بتاعتنا ايه، كل خلاص كده الاحلام الاحلام بتاعتنا بيت سود وخلاص على كده، خليها ما في ينفعش البايرات. بقى كده ذهب خالص. بس على فكره البايرات طبعا ليه قيمه اقتصاديه، هو بيستخدم في صناعه الحديد والكلام ده كده، ليه صناعات اخرى شيء واخد من بالك زي خدمات الحديد. بس يعني ايه، مش ذهب بقى، مش اللي هو هروح بقى اعمل ايه ثروه عليه. طبعا الذهب التاني بيبقى المخدش بتاعه لونه اصفر ذهبي ذهبي، واخد بال حضرتك ازاي؟ نرجع كده بقى مع بعض برضو الكوارتز يا مستر شيء ممكن اتكلمنا عليه كتير جدا النهارده بألوانه الكتيره المتعدده، برضو ليه لون مخدش مميز. هو الكوارتز يا استاذ محمد يعني بلاقي في الجبل حاجه لونها بنفسجي، حاجه لونها وردي، حاجه يعني الوردي ده ممكن، هل هو كوارتز ولا هو فلسبار؟ انا عندي فلسبار برضو وردي، فالكوارتز كده بيلخبطني جامد، من الحاجات اللي كانت بتلخبطني جامد جدا جدا جدا. فالكوارتز كان من الخواص المهمه جدا في تمييزه صفه المخدش ديت. فلو حضرتك الكوارتز بجميع انواعه لو خدشته هيدي لك مسحوق او لون الابيض ناصع البياض، حتى الشفاف هيدي لك لون ابيض. حتى لو رمادي، حتى لو بنفسجي، لو وردي، كله بيديني الالوان اللي نفس حضرتك اللون. مشكورا جبتها لي من شويه كلها، واللي ما جبناش كمان لان في حاجات تانية كتيره جدا في الكوارتز على فكره حالاته شاذه جدا، كلها هتديني مخدش او مسحوق واحد بس، اللون الابيض ناصع البياض، وهتشوفها هتبقى موجوده قدام حضرتك سواء عملتها لوح المخدش الابيض او لوح المخدش الاسود، في كلتا الحالتين هيدي لك لون ابيض ناصع البياض، ناصع البياض في جميع نرجع حالاته. مستر هشام كده لخاصية أخرى من الخصائص اللي احنا نقدر نميز بيها بين المعادن برضو في الحقل الجيولوجي، عايزين نشوف خاصية تسمى خاصية عرض الألوان. خاصية عرض الألوان من الخصائص اللي بتميز بيها بعض المعادن في الطبيعة وخاصة بعض أنواع الأحجار الكريمة. عايزين نشوف الخاصية ديت الأول. نبتدي في خاصية الشفافية، معلش يا مستر هشام، الأول ماشي شفافية. خاصية الشفافية. خاصية الشفافية يمكن برضو من خصائص الفيزيائية الهامة يا مستر هشام البصرية. والله اللي هو يعني قدرة ان انت تشوف من خلال المعدن، ان انت تشوف يعني امكانية الرؤية او مرور الضوء من ايه، من خلال المعدن ده. انا ممكن اشبه لك يا استاذ محمد بتشبيه بسيط قوي لو عايزها. الشفافية انا عندي 3 مراحل من الشفافية، وبقول لك امثلة بعد كده. 3 مراحل من الشفافية، الازاز العادي بتاع البيت عندكم، الازاز العادي بتاع البلكونه او بقدر اشوف كل حاجه من خلاله بوضوح، فبقول عليه شفاف. الازاز اللي موجود في الحمام او في المطبخ، الازاز اللي موجود في الحمام او في المطبخ بيبقى ايه، اقدر اقول حد عدى بس ما اقدرش اقول ايه ماما ولا بابا لابس كذا ولا مش لابس كذا، ما اقدرش. فبقول عليه اللي هو الازاز اللي موجود في الحمام او مصنفر شويه. مصنفر شويه، الله يفتح عليك، بقول عليه نصف شفاف. طبعا اي حيطه او اي حاجه زي كده بقول عليها ايه، معتم. نفس الكلام لو الامثله اللي حضرتك جايبها لنا الجميله دي نشوفها كده مع بعض برضو. طبعا المعدن ده مستر هشام البلور الصخري محطوط على ايد الواحد وشايفين منه، شايفين صوابعه كده وراه، يبقى ده تماما كده ايه، يبقى ده كده معدن معادن الشفاف. شفافه. نشوف كده مع بعض، هنا الايد مش واضحه بالرغم المعدن بيتحرك لكن في خيال، يعني احنا الله يكرمك، الدنيا مش واضحه قوي. فهنا هقول على المعدن دوت معدن نصف نصف شفاف. شفاف. لو شفت المعدن ده برضو كده، لا ده هنا ايديا مش واضحه خالص من وراه، فده فهنا هنسميه دوت معدن معتم. يبقى الشفافيه برضو من الخصائص الفيزيائيه الهامه جدا اللي بنقدر نعتمد عليها في التمييز بين المعادن. تخيل يا استاذ محمد برضو الكوارتز نفسه، الكوارتز لو في الحاجات اللي هي فيها شوائب وكده ممكن يبقى بيأثر على الشفافيه بتاعته، يعني ممكن يبقى فيهم معدن منهم شفاف ومنهم، يعني البلور الصخري اللي كنا شايفينه ده شفاف شفاف، واخد بالك؟ لما بيكون في شوائب اللي هو زي الرمادي دوت اللي هو المدخن بيبقى ايه الشفافيه بتاعته اقل بكتير. على فكره الكوارتز الابيض، في كوارتز على فكره ابيض يمكن ما كانش معانا العينه بتاعته ما اعرفش اشوف من خلالها خالص، اللي هو بيبقى فيها فقاعات غازيه، فبرضه حتى المعدن الواحد بيبقى فيه شفاف ونصف شفاف ومعطي. نرجع لخاصية أخرى يا مستر هشام، جميلة خاصية دي عرض عرض الألوان. الألوان من أجمل الخصائص اللي بيتميز بيها زي ما قلنا بعض الأحجار الكريمة في الطبيعة. نشوفها كده مع بعض ونعرف وإحنا شغالين يعني إيه عرض الألوان.
شايفين قطعة المعدن دي؟ لما بحركها قدام عينيا بنجد ان هي عندها القدرة ان هي تغير لونها، تعمل تلاعب بالالوان. لونها، بص يا استاذ محمد، بيتغير، يعني امسك اي حته كده وتلاقي لونها اتغير من لون، من اخضر لاحمر لاصفر، انا مش عارف، مش قادر اميز. بص يعني في خط كان ازرق اهو، لو اتحركتها تاني هتلاقي مثلا المكان ده بقى اخضر، بقى احمر، فالمكان الواحد بيتغير لونه، فدي بنقول ايه، تغير لون المعدن مع عند حركته امام الضوء، امام العين، امام اي حاجه، بحيث انه كمان مستر هشام بيشد الانتباه ليه، يعني تماما. كده الواحد بيتشد للمعدن بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده كده، ويبص ليه جامد جدا ويسرح معاه كمان ومع الوانه الجميله. مش ممكن يبقى في جزء معين لونه ثابت، مستحيل، طالما في حركه يبقى المعدن ده هتلاقي الايه، الجزئيه ديت لونها متغير تماما مهما كانت، مهما كانت. مع اي حركه غيرت الزاويه، غيرت الحركه، غيرت ما بين الليل والنهار، تخيل يتغير، يعني قوه الاضاءه نفسها تغير في ايه، في لون المعدن، قوه طبعا الاضاءه. هذه الخاصية بتميز بعض الأحجار الكريمة، زي ما قلنا من أشهر المعادن اللي بتميز بهذه الخاصية معدن الماس. تعالوا كده نشوف مع بعض طبعا بلورات معدن ماس. يمكن ده بقى الماس، احنا جبنا قطعة ماس خام من شوية لم تصنع، دي بقى بلورات من الماس اللي هي تم تصنيعها عشان تبقى جاهزة لصناعة الحلي والزينة. طبعا بلورة الماس بتقدر تفرق شعاع الضوء الساقط عليها اللونين، اللون الاحمر واللون البنفسجي، ده غير باقي الالوان العاديه اللي بتعرضها، بس دول زي ما مستر هشام قال اكتر لونين بيتميز بيهم الماس. بيكونوا واضحين جدا جدا، يعني الماس دوت ايه، بيحصل عمليه حاجه اسمها انكسار يا استاذ محمد للضوء، الضوء لما بيدخل بينكسر، بيحصل له انكسار، فلما بيطلع منه بيطلع الوان الطيف كلها، الوان الطيف كلها بجميع درجاتها، بس اول درجات الطيف واخرها اللي هو الاحمر والبنفسجي، عشان كده دول بيبقوا مميزين قوي، وبيبقى الالوان الواضحه جدا جدا في الماس. بس معنى ذلك، مش معنى ذلك ان دول بس، لا، الالوان الثانيه موجوده بس دول واضحين قوي قوي، يعني في الاحمر والبنفسجي في خاتم الماس طبعا، يعني بيبقى جميل جدا. عرض اللي هو الايه، الالوان من المعادن الاخرى اللي بتتميز بهذه الخاصيه معدن اسمه معدن الاوبال الثمين. نشوفه برضو كده مع بعض، شايفين كده البلورة لما بتتحرك هنا طبعا بتدي الوان الطيف ولمع جميلة جدا. طبعا برضو بلورة اخرى بالشكل ده كده بدرجة تاني من الالوان، عندها قدرة على عرض الوان الطيف بشكل جميل جدا، ما فيش ولا نقطة تقدر تحدد لونها ايه او تحدد، فاهم يعني، طالما ان هي في حركة، طالما يا استاذ محمد في وكل حركة قطعة على فكرة ليها جمالها وليها قيمتها وليها شكلها مستر هشام كمان. طبعا يعني اشكالها هي متعددة، واخد بالك، تحس ان الضوء بيتلألأ، بنقول عليه تلألأ، واخد بالك ازاي؟ المعدن ما بين الفاتح والغامق واخد الوان الاوبال ده، حاجة جميلة جدا. المعدن بيغير لونه مع حركته امام العين برضه، بحيث ان هو برضه يشد الانتباه. شايفين جمال المعادن في الطبيعه؟ طبعا بعض المعادن زي ما احنا شايفين بيبقى ليه قيمه وقيمه اقتصاديه عاليه، زي معدن الاوبال الثمين اللي قدامنا دوت. من الخواص اللي بتميز معظم المعادن اللي هي الحليه والكلام زي ده، اللي هو احجار الزينه، احجار الزينه الطبيعيه بتميزها كويس قوي قوي لعرض الالوان ديت. كده احنا اخدنا خواص بصريه كتيره، في خواص اخرى مستر هشام ممكن تتميز بيها بعض المعادن. يمكن بعض المعادن بيبقى عندها قدرة على ان هي تيجي مثلا يتوجه ليها بعض الضوء تخزنه بداخلها، فتبتدي تبص تلاقي يطلع منها نور، تحس ان هي بتعمل انبعاث للضوء ده خارجها. يعني برضو ديت صفة من الصفات الجميلة اللي بتتميز بيها بعض المعادن. عايزين نشوفها برضو كده مع حضرتك في فيديو كده صغير. دي بلورت بلورة معدن الفلورايت. ايوه، بنشوفها تحت لما بنعرض ليها بعض الاشعه فوق بنفسجيه بالشكل ده كده، بحس ان هي بيحصل لها انبعاث للضوء، بتدي كده يعني ضوء بشكل جميل منبعث منها بهذا الشكل. خاصيه اخرى من الخصائص اللي بتميز بعض المعادن. لو تفتكر يا استاذ محمد، في بعض يعني الاعياد او بعض السبح او كده بتصنع من حجر معين اللي هو الفلورايت دوت،
فدوت لما بيكون طول النهار بيبقى موجود في الضوء العادي بيختزن جزء من أشعة الشمس. لما بتكون الدنيا ضلمة خالص حتى تلاحظها كده تبقى الدنيا ظلام تام حالك وتلاقيها منورة، بتبدأ تطلع الطاقة اللي جواها ديت. الميزة دي الصفة دي جميلة جدا جدا، وسبحان الله بعض الحيوانات على فكرة بتتميز بهذه الصفة. صفة طبعا موجودة في بعض المادة زي ما حضرتك قلت لي الفلورايت اللي هي الفلورسنسي أو اللي هي الإيه اللي هو بيخزن الضوء بيطلعه تاني، واخد بال حضرتك ازاي؟ بتشع ضوء او بينبعث منها الضوء بس بشرط ان هي لازم تكون اتعرضت لضوء ضوئيه الاول عملت ليها اثاره عشان تقدر تتميز بهذه الخاصيه. وشفت حضرتك كان ظلام حواليها قد ايه ومع ذلك منوره جزء معين، ايه مساحه معينه منوره ايه حواليها. طبعا دي برضو من الخواص اللي هي البصريه اللي بتميز بعض المعادن. هنسيب بقى شويه الخواص البصريه مستر هشام، وعايزين نخش بقى المعدن نفسه والتماسك ما بين الذرات اللي موجوده او الموجوده في عناصره. عايزين نشوف مدى الارتباط ده اخباره ايه بالظبط، هل في ارتباط قوي ما بين ذرات عناصر المعدن المختلفه ولا ايه اخبار التماسك والروابط الكيميائيه ما بينها. عايزين نخش بقى على مجموعه اخرى من الخواص اللي بتتميز بيها المعادن، هي الخواص التماسكيه للمعادن. نبتدي بأول خاصية تماسكية مستر هشام، خاصية الصلادة. الصلادة الصلادة يعني ايه؟ حاجة بسيطة أوي يعني ايه؟ درجة صلابة المعدن. أنا مش عاوز المعدن يا أستاذ محمد أشبه لك بتشبيه بسيط أوي أوي. لو جبت تباشيرة وجبت زلطة، تباشيرة وزلطة، هحك التباشيرة بضفري وحك الزلطة بضفري، هلاقي التباشيره يحصل ليها ايه؟ ينزل منها بطن، تتخدش تتخدش معايا، والزلطه مش هتتخدش، واخد بال حضرتك ازاي؟ فدي بنقول ايه؟ درجه مقاومه المعدن للخدش. التباشيره ما قدرتش تقاوم ضفري، التباشيره ما قدرتش تقاوم ضفري فاتخدشت على طول. حلو، ببساطه قوي الزلطه قدرت تقاوم ضفري، قدرت تقاوم ضفري وكانت قوية أقوى من ضفري كمان فما اتخدشتش. فبنقول درجة مقاومة المعدن للخدش والبري. عاوز أأكد المعلومة دي لنفسي، أحك التباشيرة بالزلطة هلاقي إيه؟ البودرة بتاعة التباشيرة جت على الزلطة بس الزلطة ما نزلش منها حاجة، يبقى إيه؟ الزلطة عشان أقوى صلادة، أقوى صلادة فخدشت الإيه؟ التباشيرة. ده بمفهوم بسيط قوي. فالصلادة اللي هي إيه؟ درجة مقاومة المعدن للخدش والبرد. طب نقيسها ازاي يا استاذ محمد؟ عايزين نشوف برضو ازاي نقدر نقيس الصلادة في المعادن. أيوة. طبعا من طرق قياس الصلادة في المعادن مقياس بيسمى مقياس موس لتعيين الصلادة. موس عالم استطاع ان يستخدم 10 معادن مختلفة اعتمد عليهم في تعيين صلادة بعض المعادن. لو جينا شفنا عندنا ده معدن الجبس درجة صلادته 2، الكالسايت صلادته 3، شايفين الكالسايت والبلورة بتاعته بالشكل ده كده. يعني هو موس اختار 10 معادن من الطبيعة يا استاذ محمد. اي الفلورايت صلادته 4، الاباتايت صلادته 5، ادي برضو دي معاني مختلفة زي ما احنا شايفينها كده. طيب فاصل اعزائنا المشاهدين ونستكمل مقياس موس لتعيين صلادة المعادن. وصلنا في رحلتنا الجيولوجية في رحلة البحث عن المعادن الى ازاي نقدر نميز ما بين المعادن المختلفة. فقلنا مع بعض في بعض الخواص البصرية، وقلنا في بعض الخواص التماسكية اللي بنقدر نعتمد عليها في التمييز بين المعادن. اتكلمنا عن الخواص التماسكية واحنا دلوقتي في خاصية اسمها الصلادة. مستر هشام اكد معانا يعني ايه صلادة، قلنا درجة مقاومة المعدن للخدش. اتكلمنا مع بعض عن طرق تعيين الصلادة، فقلنا في عالم اسمه العالم موس استطاع هذا العالم انه يستخدم 10 معادن مختلفة الصلادة. 10 معادن دول قلنا
تلك درجة صلادته 1، الجبس درجة صلادته 2، الكالسايت درجة صلادته 3، الفلورايت درجة صلادته 4، الأباتايت صلادته 5. بنستكمل مقياس موهس مان ونشوف بعد كده قدر ان هو يعين صلادة المعادن ازاي. تعالوا كده نرجع مع بعض تاني لمقياس موهس. ادي الأورثوكليز ودرجة صلادته 6، معدن الأورثوكليز طبعا المعادن الجميلة في الطبيعة. الكوارتز ادي شكل من اشكال الكوارتز ولون من اشكال الكوارتز الجميلة في الطبيعة، درجة صلادته 7. طبعا الكوارتز بأي لون من ألوانه، درجة صلادته 7. التوباز درجة صلادته 8 بألوانه برضو مختلفة، كل دي صور للتوباز. الكوراندوم من المعادن الجميلة جدا في الطبيعة، درجة صلادته 9. وأخيرا الماس أكثر المعادن صلادة، درجة صلادته 10. طبعا الماس من اكثر المعادن صلاده على سطح الارض، عشان كده نقدر نعتمد عليه في قطع المعادن المختلفه اللي موجوده عندي على سطح الارض. نرجع مستر هشام، العالم موس استطاع ان يجيب العشر معادن بقى دول ويعتمد عليهم في تعيين صلاده باقي معادن القشره الارضيه ازاي؟ هو بص يا استاذ محمد، هو اولا مو اخد يعني طبعا في الطبيعه عندي بتاع 2000 معدن موجود في الطبيعه، اللي مشهور قوي قوي بالنسبه لي 200، بس هو مو اختار 10 معادن متدرجه في الصلاده ما عدا طبعا الماس، فده اقوى من ده، ده اقوى من ده، فهو اداله ارقام، ادالها الارقام ديت وخلاص، واتفق عليها العلماء ان مقياس موس ده هيبقى مقياس للايه يستخدم في الصلاده. بس برضو ايه، مش معنى ذلك مثلا لما نقول مثلا الكالسيت 3 هو الكالسيت بس الوحيد 3، لا، في معادن كتير قوي صلادتها 3. الكوارتز 7، مش السكوارتز بس اللي صلادته 7، معادن كتير جدا صلادتها 7. فاحنا لما بنطبق كذا صفه مع بعض، يعني مثلا ايه معدن يكون صلادته 7 وما اعرفش لونه ايه والبريق بتاعه كذا وكذا، اقدر اتعرف على المعدن. المهم مش هي دي قضيتنا دلوقتي. فدلوقتي موس بيعمل ايه؟ بيجيب، اخذنا المعادن دي طبعا مش هتكون متاحه بالنسبه لنا، فعملنا اقلام زي سميناها اقلام الصلاده، بتبقى ليها نفس درجه الصلاده، عباره عن سبيكه معينه ليها نفس درجه الصلاده اللي قالها لنا موس، درجه الصلاده 1 2 3 لغايه 10، وبستخدمها بتعيين ايه الصلاده دي. طريقه نشوفها مع بعض الطريقه دي يا مستر هشام كده. طبعا ازاي نقدر نعين الصلاده في الحقل الجيولوجي؟ نشوف كده مع بعض طرق تعيين الصلاده ديت ازاي. طبعا اللي فوق عندي ده كده مقياس موس اللي اتكلمنا عنه، دي صعب ان انت تكون معاك تكون موجوده العلبه دي، فبتبقى معاك سبايك. ادي المعادن كلها العشر معادن، تلك، جبس، كالسايت، فلورايت، اباتايت، اورثوكليز، كوارتز، توباز، كوراندوم، وفي النهايه الخاتم ده فيه فص ماس. طيب ما فيش المعادن دول، نبتدي نلجا لحاجه تانية. شايفين الاقلام اللي قدامنا دي كده، أقلام اللي قدامنا دي كده اسمها أقلام الصلادة. طبعا أقلام الصلادة برضو ليها درجات صلادة متنوعة، درجة صلادة برضو بتتراوح من 1 لـ10. الله يكرمك. كل قلم ليه طرف بالشكل ده كده، بقدر أخدش بيه المعدن. والله يتخدش خلاص، يبقى أنا مثلا يبقى قيمة صلادته أقل من القيمة المكتوبة على القلم ده. ما تخدش، لا، أدور على القلم اللي أعلى على طول. وطبعا عشان اتاكد المعدن اتخدش ولا لا، ممكن اجيب عدسه اشوف كده المخدش دوت هل حصل علامه على سطح المعدن ولا لا. ولا لا، الله يفتح عليك. شايفين كده معدن التلك احنا عارفين درجه صلادته 1. في طرق تانية يا مستر هشام زي الزفر بتاعنا، شايف حضرتك كده الزفر هنا. طبعا الطريقه اللي هنقولها دلوقتي يا استاذ محمد دي طريقه مستخدمه، يعني كنا بنستخدمها عامه لان الادوات دي كانت بتبقى بالنسبه لنا غاليه او مش متاحه قوي. فاول حاجه اللي هي ظفر الانسان. الظفر صلادته كام يا مستر هشام؟ 2.5. يعني كده قدر ان هو يخدش، شفنا من شويه قدر ان هو يخدش التلك والجبس، لكن عند الكالسايت مش قادر، يعني مش قادر يعمل حاجه. مفيش هنا ايه؟ مفيش تعامل معاه. يبقى مره تاني نشوفها كده تاني يا جماعه، نشوفها كده تاني. شايفين الظفر لما باجي باخدش بيه عينة التلك بيتخدش عادي خالص، بيكون مسحوق من التلك، بودرة التلك اللي كلنا بنسمع عنها.
نفس الكلام في معدن الجبس، عشان ده درجة صلادته 2، الظفر درجة صلادته أعلى 2.5. شايفين كده الظفر قدر إن هو يخدش بس معدن بتبذل التلج. مجهود شويه يا استاذ محمد، يعني في تمام، التلك كانت بتبقى يعني الخدش خدشه على بسيطه طول. قوي، الجبس بتخدش بتحك جامد شويه، الكالسايت الكالسايت مفيش أي تخدش ما أسود تخدش كون خالص. مش هيتكون خالص. الله يفتح عليك. ده كده جاب عملة معدنية، عملة معدنية بالشكل ده كده، دي درجة صلادتها. نحاسيه عملة نحاسية درجة صلادتها 3.5، 3.5 والكالسايت 3 3 خلاص اقدر قدرت اخدشها. تغدشها، يعني قدرت تغدشها على طول. طيب لا الفلورايت 4، احنا قلنا العملة النحاسية 3.5 ما تقدرش تغدش العينة اللي هي صلادتها 4 دي. لا، شفتوا هنا عمل ايه؟ جاب العينة ديت خدش بيها العملة النحاسية. اللون المسعود ده بقى اللي اتخدش ده مين؟ العملة النحاسية نفسها. الأورسوكليس صلادته 6، الإزاز صلادته 5.5 على فكرة. الله يفتح عليك. خلاص، يعني شايفين كده الأورسوكليس قدر إن هو ياخدش الإزاز بالشكل اللي إحنا شايفينه ده كده. الأورسوكليس عشان صلادته 6 أعلى صلادة قدر ياخدش الإزاز. طب نشوف الكوارتز، الكوارتز كانت صلادته 7، الكوارتز صلادته 7. لما اجي احكه كده على الازاز بنجد ان طبعا الازاز زي ما قلنا 5.5، الكوارتز اعلى، يبقى خلاص يبقى كده الكوارتز خدش الازاز بسهولة كمان. ويختشوا جامد، يعني يخدش جامد يعني في الكوال. يبقى بالطرق الشائعة مستر هشام اقدر اوصل لتعيين صلادة المعدن. تقريبا لغايه لما اوصل المعمل بتاعي او الكليه بتاعتي او كده، المركز البحث اللي انا بشتغل فيه، اقدر احددها بقى بالظبط صلادتها كام. بس بالطرق اللي هي الشائعه ديت البسيطه اللي احنا كنا استخدمناها، ممكن اقول تقريبا 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 من 3.5 ل 4 كده. ونص، من 4 ونص يعني بقدر تقريبا. ولما اوصل الكليه او المركز البحثي اقدر ايه احددها بالظبط الصلاده قد ايه. يبقى دي كده طريقة برضو من الطرق الهامة في التمييز بين بعض المعادن. المعدن انا لو عندي معدنين ليهم نفس اللون وليهم نفس الشكل ومش قادر افرق ما بينهم بعناية، تقدر طريقة زي الصلادة تقدر تعرفني مين المعدنين دول. واقدر اميز ما بينهم واقدر اتعرف عليهم تعرف مبدئي، لحد ما نبتدي زي ما مستر هشام قال نوصل للموقع البحث بتاعي او الحقل اللي انا بعمل فيه، وابتدي اتاكد بقى من العينتين دول ايه بالظبط. كده مستر هشام خاصيه الصلاده يعني حسينا باهميتها جامد جدا في حياتنا. هل نقدر نعتمد عليها في بعض الاستخدامات اللي احنا يعني غير ان احنا نميز بين المعادن بس، لا، في الاستخدامات الشخصية في حياتنا نقدر يعني نعتمد على خاصية الصلادة ديت في بعض الأشياء؟ والله الصلاده دي من الخواص الهامه جدا يا استاذ محمد، جدا في التمييز بين احجار الزينه المقلده واحجار الزينه الطبيعيه. يعني انت ممكن سهل اول عمليه الغش التجاري دي ان انت تروح تشتري مثلا قطعه حليه، مثلا هتشتري شبكه، تشتري يعني حاجه لبنتك لابنك، وتكون هتجيب حاجه مثلا فيها فص من احجار الكريمه، وانت عاوز حاجه راقيه، حاجه جميله، واخد بالك؟ ممكن يبقى غش تجاري يدولك مثلا فص مصنوع من ازاز او من اكاسيد الالومنيوم، واخد بالك حضرتك ازاي؟ ليها لمعان وجمال وشكلها جميل جدا، وهي لا يثلها لها قيمه، وتكون انت مشتريها على سنه مثلا الماظ او فص من الاحجار الكريمه اللي قيمتها عاليه جدا. طبعا من الحاجات اللي تبين لك توضح لك قوي 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 ان دي حجر كريم راقي له قيمه اقتصاديه عاليه، ولا حاجه مصنوعه بحيث ان هي ملهاش قيمه، طبعا الصلاده. احجار الزينه الطبيعيه صلادتها اكتر من 6.5، اكتر من ايه؟ 6.5. فاقدر لو حاجه اكتر من 6.5 يبقى ايه؟ الطبيعية يمكن أكتر من 7.5 سبعة كمان، ونص اللي سبعة الطبيعيه، ونص سوري الطبيعيه اللي هي قيمه قوي، اكتر من 7.5 طالما اللي هي ده الوانها غالبا جذابه. برضو غالبا يعني غالب مش في كل حاجات حاجات ممكن اكتر من أقل. 7.5. لا، هي معظمها أكتر من اكتر من 7.5. 7.5. الله يفتح عليك. اكتر من 7.5 يبقى ايه؟ دخلت كده في الرينج. لما اكون مثلا بشتري حجر وقدرت احدد صلادته ان هو اكتر من 7.5، يبقى انا في جانب الامان شويه، في الامان شويه، ابقى كده امن من الغش التجاري. لو اقل من 7.5 يبقى ابدا ايه اشوف كده اذا كانت ايه، اتاكد اذا كان التاجر بتاعي كويس ولا لا. فطبعا حاجه مهمه جدا جدا في التمييز بين احجار الزينه الطبيعيه واحجار الزينه المقلده، لو كانت صلادتها اكتر من 7.5 يبقى
في الغالب ايه هتبقى مع احجار الزينه الطبيعيه. مستر هشام، خاصية أخرى برضو من الخصائص اللي بنقدر نميز بيها بين المعادن المختلفة، خاصية الانفصام وخاصية المكسر. عايزين نشوف الفيديو ده كده برضو ونحس برضو بالمعادن اللي جاية ديت. طبعا بعض المعادن في الطبيعة ملهاش يعني شكل منتظم، أنا ببص بلاقي ملهاش سطح منتظم كده، وبعض المعادن بيبقى ليها سطح منتظم. نشوف كده برضو هنا، تحس ان هنا يعني في لمع، في بريق. هو ليه سطح منتظم بس عشان ايه المقطع بتاعها مش واضح قوي، بس فيها ايه يمكن في سطح منتظم من اعلى مستر هشام، سطح مستوي لكن ايوه الجوانب كلها مش مش مستوي. مش الله، مستوي. لا دي واضحه. لا، هنا بقى جميع الأسطح تقريبا مستوية ومنتظمة. يا ريت وقفها لي البلوره دي، لو وقفها بس على قائمه هشوف منظر غريب قوي، هتلاقي فيها ميل. نرجع ليها تاني، معلش يا مستر هشام. ماشي اتفضل. طبعا ايوه البلوره تحس ان هي مش الزاويه بتاعتها مش 90 درجه، لا خالص ده خالص هي ايه يعني، كان سايت واضحه جدا ان هي فيها ميله شويه، عامله شكل جايه متوازي عامله مستطيلات. زاويه كده. متوازي مستطيلات في كل حته هنجيبها دلوقتي، نجيبها دلوقتي صوره ثابته ان شاء الله. ونشوفها مع بعض صوره ثابته برضه. طبعا دي بلوره الكالسايت، من الكالسايت المعادن برضه بلوره الجميله في نقيه الطبيعه، جدا. وقلنا ده اساس صناعه الاسمنت لانه خش في تكوين الحجر الجيري. طبعا دي مجموعة من المعادن المختلفة يا جماعة، زي ما احنا شايفين كده في الطبيعة، يعني لسه ما دخلتش اي صناعة على حاجة. معدن الجالينة، معادن برضو اللي هي يعني عندها تشقق مكعبي كده مميز، وهنأكد عليه برضو بعد شوية. يعني فيها بلورات واضحة قوي وفيها حاجات صغيرة يعني، بس البلورة من فوق بلوراتها كده صغيرة مكعبية الشكل، يعني مندقق كده في ده حتة فوق خالص صغيرة يا محمد، كانت في النص. وواضحة جدا هنا فوق برضو، بالنص. هنا في الجزئية دي كده، في الجزئيات دي كده تحس ان هي فيها بلورات بلورات واضحة تماما. مكعبة. نجيب برضو ايه يعني، بنشوف الحاجة فيديو برضو وبعد كده نجيبها بصور اوضح. طبعا ده اسم معدن الجالينة، احنا الجليل قلنا الجالينة الكل بيعرفه باسم الكحل الخام، يعني هو ده اللي بيتعمل منه الكحل. طبعا ده من المعادن الرئيسية اللي بيستخرج منها خام الرصاص، يعني. بص يا استاذ محمد، لما يكون مثلا بريقه لامع ولونه مسود ومش عارف وفيها صفه وعلى فكرة ليه الانفصال وزن نووي عالي يا مستر هشام، تقيل يعني قوي. تحس ان هو تقيل في ايديك يعني. فالصفه دي زائد الصفه دي زائد الصفه دي في الاخر خالص سهل قوي اقدر اعرف الجيولوجي يقول ايه المعدن ده بسهولة. جالينا، تمام، سهل قوي. الله يفتح عليك. فدي فايده اللي هو الوصف بتاعنا اللي احنا بنوصفه، ان انا في الاخر خالص اقدر اقول المعدن ده ده اسمه المعدن كذا كذا. بسهوله جدا. بس لما طبعا تجمع ثلاث اربع صفات مع بعض. طبعا من العينات الواضحة هنا بيشاور برضو على البلورات بتاعته اللي هي المكعبة الصغيرة، المكعبات الصغيرة هنا التشق فيها شقوق صغيرة كده واضحة جدا في كل اتجاهات. من المعادن الجميلة جدا في الطبيعة ده معدن المايكا، المايكا يا حس باشا. بقى لما بيضغط على المعدن بينفصل منه رقائق أو صفائح كده زي ما احنا شايفين. لو طلع شوفوا كده لما يطلع الصفيحة ديت، لما يضغط على الصفيحة ديت هيجد ان فيها رقائق اصغر، يعني بلورات هنا صفائحية الشكل بالشكل الجميل ده كده. قد ما صباعك يقدر يعني يفك منها يحاول، بس فيها فعلا فيها كتير قوي يعني. الحته دي ممكن تكون مثلا ايه 20 بلوره فوق بعضهم، 30 بلوره فوق بعضهم، قد بقى شايفين ما ايه ما تقدر الرقائق يا تفكها من بعض. جماعة؟ ابص بتفك بتفك بينفصل، بيقدر المعدن يتشقق، انفصام. بيتشقق زي ما احنا شفنا كده في اتجاه واحد بيديني رقائق او صفائح. هنا لو جبنا كالسايت، قطعة كالسايت كده وكسرناها بالشكل ده كده، يا ترى ايه الشكل اللي هيتكون؟ شايفين كل قطعة من القطع حتى اتكونت قطعة كالسايت دي، هي نفس الميلة مستر هشام وليها نفس نفس شكل البلورة، هو يعني الشكل ايا الاساسي كانت حتى صغيرة او كبيرة، او يعني شايفين كلهم طلعوا بشكل ادتني معين. نفس الشكل برضو بتاع البلورة، مهما كان حجمها صغير او كبير، يعني لو دققنا في القطعة الصغيرة دي والله واخدة نفس الشكل.
بس بعد اذنك يا استاذ محمد، ايه لو خدت بالك هو خبطه خبطه بسيطه يعني، مش غلط عليها، مش هبدا يعني، مش كسرها على الاخر يعني. بص احنا كده في خاصيه مستر هشام اسمها خاصيه الانفصام. ناكد برضو كده، يمكن الانفصام قابليه المعدن للتشقق على امتداد مستويات ضعيفه الترابط نسبيا عند الضغط عليه. الله يكرمك. نراجع كده معدن المايكا كده مع بعض، ونشوف برضو صوره لمعدن المايكا وطالع منه بعض الرقائق كده مع بعض. شايفين كده الرقائق اللي طالعه كده من الجنب؟ زي ما حضرتك قلت يا مستر هشام، الحته ده دي ممكن انفصام يطلع منها. صفائحي، ده بنقول عليه انفصام صفائحي. بص تحس ان هي صفيحه صفيحه رقائق، واخد بالك؟ فبنقول عليه الانفصام، نوع من الانفصام ده لان كله في اتجاه واحد. بص كلها عباره عن ورقه ورقه ورقه، ممكن اقول ورقي او صفائحي، واخد بال حضرتك ازاي؟ طبعا انفصام جميل جدا، ده انفصام ايه؟ صفائحي. في عندنا نشوف برضو معدن اسمه معدن الجرافيت. ده هيكون معدن الجرافيت اتخن شويه يا استاذ محمد، هيكون السمك بتاعه اعرض شويه، فده بنسميه انفصام قاعدي. بص تحس ان هو ايه؟ البلورات يعني، لو اتشققت تديني على مستوى يعني، تديني برضو ايه يعني، سمك شويه صباحي. تشقق، والتشقق ده بيبقى موازي تقريبا لقاعدة لقاعدة البلور. البلورو في اتجاه واحد، واخد بالك ازاي؟ بس ايه، هيكون اكثر سمكا من المايكا، اكثر سمكا من المايكا. شفت انت عاملين نفس منها. الهالايت التشقق بتاعه ده ملح الطعام، انت قلت لي طبعا حتى ده من ملح الطعام، او لما بيتضغط عليه بيديني كده مكعبات. مكعبات، كلها مكعب يعني، كل البلورات بتاعتها مكعبه سواء كبيره او صغيره، كلها مكعبه وباينه جدا واضحه قوي قوي قوي، شوفها في البيت بمنتهى الوضوح. نشوف برضو معدن الجالينة مستر هشام. لسه وريتوني انت حضرتك يعني البلوره بتاع الكتله الكبيره ديت، بس فيها بلورات صغيره جدا جدا باينه كلها مكعبه كلها. برضو اهيت يمكن واضحة اكتر، دي اكثر بلورة وضوحا واضحة. بالشكل ده كده، حس ان هي مكعبات كلها بجوار بعضها البعض. ما فيش اي خلاف عليها خالص. الكالسايت بقى، يمكن البلورة اللي حضرتك اكدت عليها برضو فيها تشقق. دي معينة، دي معينة، دي اللي تشقق حضرتك اللي هنا. خبطها خبطتوها دلوقتي في الفيديو، كانت اتخبط عليها بالشاكوش وشفنا كل البلورات اللي طلعت اصغر حجما هي نفس الشكل الخارجي اللي هو المعينة، شكل معين. واضح جدا التشقق اللي داخل حتى البلوره يعني، حتى فيها شقوق بالشكل ده كده، برضو بتديني نفس شكل البلوره يعني لو ضغط عليه الكبير ضغطه ده. بسيطه قوي هتلاقي ايه، شايف المكعبات اللي هي شكل الاشكال الهندسيه اللي على الجنب دي كلها تتشقق لوحدها، كل واحده تتشقق لوحدها مكعب. سوري، الشكل المعين معينه، اللي هو شكل ايه معين بتتميز بيه بلوره واضحه هذا جدا ما النوع. فيهاش اي خلاف خالص. نرجع لخاصيه اخرى مستر هشام، خاصيه المكسر. طب اللي مش هينفصم يا استاذ محمد، اللي ما فيهوش خاصيه الانفصام، هيحصل له ايه؟ انت هتخبطه هينكسر بالشاكوش. ويديني شكل مميز كمان. يتكسر، واخد بالك؟ ويدي لك اشكال يعني اشكال بنوصفها باشكال مميزه بالنسبه لنا، زي ما بنقول لحاجات مسننه، حاجات أسطح مستوية زي مستويه ما شفنا خشنه، من الكلام ده شوية. دوت. وفي بقى شكل مميز قوي بالنسبه لنا في المكسر، اللي هو عندنا ايه؟ زي عندي معدن مشهور قوي الكوارتز، ده ليس له انفصام خالص. ما عندوش انفصام بس عنده مكسر مميز عنده مكسر جدا. مميز جدا، مكسر ايه؟ المحاري. نشوفه كده بصورة مستر هشام، يا ريت. يعني بص، تحس ان هنا الصورة جميلة جدا. قوقعة، جزء زي من قوقعة، زي محار، المحارة بالظبط، محار بالظبط. المحارة بتاعت البحر ام الخلول او الجندفر، تحس ان فيها نفس الدوران ده، اتكسر طرف البلورة اديتني نفس مكسر. شكل المحاري ده بالظبط. احيانا في الزجاج لو عندك مثلا سفره قطعة كده ازازة زي اتشطفت كده برضه بتديني هذا ايه؟ المنظر دوت كده فعلا موجود فيها، لان دوت الكوارتز هو الازاز. الصواني يا مستر هشام برضو عنده نفس الميزة، المكسر المحاري برضو. الصوان والكوارتز ليهم نفس المكسر اللي هو المكسر المحاري. نشوف المكسر الصورة دي برضو بتعبر عن المكسر المحاري للصوان، ويمكن برضو عشان كده اعتمدنا اول ما بكسر حواف البلورة بتديني شكل اشكال المحارات على حواف البلورة، وتديني سطح حاد، عشان كده الانسان القديم زي ما قلنا اعتمد عليه كسلاح من الاسلحة اللي كان بيستخدمها في الدفاع عن نفسه او اصطياد الحيوانات اللي كانت موجودة. في مكسر اخر، المكسر ده خشن مش منتظم الشكل، تحط ايديك على المعدن كده بعد ما اتكسر خشن، بتجد ان سطحه خشن تماما. وده كتير قوي اول معدن بتبقى المكسر بتاعها خشن كده. في المكسر طبعا المسنن اللي هو زي النحاس، بيبقى مكسر غير مسنن. نشوف كده برضو مع حضرتك اهو يا مستر هشام، دي عينات من معدن النحاس، ده مكسر مسنن. مسنن
وطبعا اول ما المعدن بيتكسر بيطلع منه بعض الشظايا كده او الحواف الحاده تدل على ان هو اتكسر من المناطق دي. عشان كده اسمها بص لما بتطبق اكتر من خاصيه، يعني بتشوف انت بتطلع الجبل او البتاع بتلاقي اي معدن تشوف فيه كام خاصيه من الخواص دي، صدقني وانت على الجبل تقريبا 90% هتقول ده معدن الكوارتز، ده معدن الكالسايت، ده معدن في طبعا بعض الخواص الاخرى، بس ايه الخواص دي بتبقى اديت لك فكره تامه بالكامل، تقدر تاخد قرارك ان المعدن ده اسمه كذا، قيمته الاقتصاديه ايه او تستفيد منه في ايه، او ممكن لما تعمل بعض التجارب عليه تبقى تتاكد منها في الايه في المعمل بتاعك تتاكد منها، واخد بالك؟ فعندنا في خواص تانية، خواص تانية كتيره، واخد بال حضرتك ازاي؟ في خواص اسمها الوزن النوعي. يعني حضرتك كنت لسه بتتكلم دلوقتي بتقول معدن الجليني وزنه النوعي عالي، يعني الذهب برضه من المعادن اللي هي وزنها النوعي عالي. يعني ايه وزنه النوعي؟ لو قارنا اللي هو النسبه بين كتله معدن الى كتله نفس الحجم من الماء، يعني هجيب معدن واشوف كتلته قد ايه واجيب ما نفس يوازي الحجم نفس الحجم من المية الميه واشوف كتلتها ايه واعمل النسبه بينهم اقسم ده على ده هيطلع لي رقم معين. الجالينا الوزن النوعي بتاعه 7.5، 7.5، واخد بالك ازاي؟ ودي من تعتبر يعني وزن نوعي تقيل شويه. الذهب 19.3، تقيل كتير بقى وزن النوع كتير. يعني نسبته لنسبه الميه 19 تقيل قوي قوي قوي، مع العين مع العين. الصلاده بتاعت الذهب 2.5 يا استاذ محمد، عشان كده يعني معنى كده انه ممكن نظافه هو تقيل الانسان جدا. ممكن يخدشه. تخيل، عشان كده بننصح يعني السيدات ايه لما يجوا بينضفوا المواعين او واخد بالك ازاي، ما يلبسوش الخاتم الذهب. بس هو اعتقد ان مستر هشام عشان يخش في صناعه الحلي والزينه اتعمل سبيكه، يعني دخل معاه عناصر تانية بحيث ان تعلي الصلاده بتاعته. ما طبعا اللي هو عيار كذا وعيار كذا طبعا بتفرق جامد قوي، بس برضه بيتاثر برضه خاصه لما عشان ايه الوزن بتاع الحاجه مع كتر الاستخدام، لو خاتم مثلا بمرور الوقت بنجد ان لا وخاصه الوزن بتاعه بعد سنه ولا حاجه لما اجي ابيعه بيقل، ابص الاقي وزنه فعلا قل. وخاصه لما تغسل المواعين بضمير شويه تبقى ماسكه لفه اللفه السلك دي، تبقى ماسكه جنب لفه السلك الخاتم على طول طبعا هيحصل احتكاك هيحصل هتتضرب. احتكاك هتاثر قوي. يعني ايه فطبعا من الحاجات يشوف بس صفتين متناقضتين، وزن النواه بتاعه 19.3 والصلاده بتاعته 2.5، يعني حاجه ايه من صفه واثنين وثلاثه زائد اللون الذهبي بتاعه زائد كذا ممكن اقول ده ذهب، واخد بالك ازاي؟ مع ان البيرايت حاجه على النقيض تماما، مش نفس الثقل، مش نفس الوزن النوعي، مش نفس البريق، مش نفس المخدش وكده، فاقدر ايه افرق مثلا بين بيرايت والذهب وانا في الحقل اقدر افرق بينهم بسهوله قوي. طبعا في خواص اخرى مستر هشام زي الخواص برضه المغناطيسيه، يعني بعض المعادن لما باجي بقربها للمغناطيس بتنجذب للمغناطيس وبعضها ما بتتاثرش خالص بيه. خاصه الماجنيتايت، يعني الماجنيتايت طبعا بيبقى قوي جدا في الانجذاب للمغناطيس، واخد بالك ازاي؟ الهيماتايت حسب نسبه الشواب وحسب يعني دوت ايه، يعني طبعا ليه انجذاب للمغناطيس بس ايه بدرجات متفاوته، بس الواضح قوي اول الماجنيتايت ده بينجذب للمغناطيس، بس هات الذهب مش هينجذب، الماس مش هينجذب، يعني الكوارتز مش هينجذب للايه المغناطيس. ففي معادن بتنجذب للمغناطيس بنقول معادن لها صفات مغناطيسيه، ودي لا عامه اللي هي المعادن اللي هي خامات الحديد عامه، ومعادن ليس لها خواص ايه مغناطيسيه، ودي ايه اللي هي ما فيهاش حديد خالص. في خواص بقى اخرى لا ننصح بيها، يعني ايه يعني مثلا مذاق المعدن، بعض المعادن لها مذاق مميز اعزائنا المشاهدين، بس الخاصية ديت لا ننصح بيها مطلقا مطلقا. طبعا يمكن الهالايت ليه مذاق ملحي مميز، لكن بعض المعادن التانية بيبقى ليها مذاق مر، مذاق غير مقبول على الاطلاق. وما بننساش ان بعض المعادن سامة، فعشان كده لا ننصح بهذه الخاصية. لا وخاصة ما تتعملش الخاصية دي ما تتعملش في الحقل ابدا، يعني بنعملها مثلا لو ممكن في المعمل وتبقى ليها تجارب معينة بيتعمل عليها بعد ما تشتف وتتغسل و بس مش تعمل ابدا في الحقل، لانها زي ما حضرتك قلت لي معادن سامه زي الملاكايت دوت سام جدا، فما بتتجربش ابدا في الحقل، يعني ايه لا قدر الله. الرائحه والملمس يا مستر هشام يعني في على فكره برضه يعني من الخواص المميزه جدا لبعض المعادن. يعني التلك مثلا، التلك حضرتك قلت لي صلادته واحد جميل قوي، بس كمان من الحاجات اللي تميزه قوي ان هو ملمسه صابوني،
ملمسه يعني تحس ان انت ايه ناعم قوي نعم زي عامل الصابونه كانك فعلا بالظبط، ماسك حته صابونه او فعلا دهني واخد بالك الصابونه ازاي فدوت مثلا ليه ملمس واخد بالك حضرتك ازاي حضرتك يعني الرائحه بقى، الرائحه في الكبريت بيبقى ليه رائحه برضو مميزه في كأن بعض كده ما لسه مولع عود كبريت دلوقتي، نفس الريحه بالظبط لما بولع عود الكبريت في كده. معدن ليها ريحه برضو مميزه الفوسفات برضو من الفوسفات الحاجات برضو اللي ليها رائحه رائحه مميزه جدا، جدا يعني جدا بتميز المعادن تحس دي ان هي ليه ريحه الثوم اللي هو ايه يعني معتق تماما، يعني مديه ريحه كده، بس لازم اخدشه عشان احس بالريحه دي. طبعا الصفات دي كلها يا استاذ محمد زي ما اتفقنا من اولها كده لاخرها بتنزل وانت معاك قرارك تماما. العينات بتاعتك دي عينة كذا دي عينة كذا دي عين كذا بتبقى بس مجرد ان انت ايه لما بتروح الكليه عندك او المركز البحث او المدرسه بتاعتك بتبدا بقى ايه بتصنفهم وتحطهم بتبقى عامل لكل واحده السجل بتاعها والخواص بتاعتها بتبقى عارف كويس قوي ده ايه من مجرد الملاحظات اليدويه او المشاهدات العينيه وتجارب بسيطه جدا جدا جدا. ربنا يكرمنا ويكرمك. طبعا دي كلها كانت خواص قدرنا نعتمد عليها في التمييز بين المعادن المختلفة. طبعا أعزائنا المشاهدين رحلتنا خلصت معاكم بسرعة النهاردة، بنشكر مستر هشام كتير الله جدا يكرمك. على اللقاء شكرا الممتع محمد. والرحلة الجيولوجية الممتعة ديت. أنا متشكر على الرحلة الجميلة دي. أعزائنا المشاهدين، في نهاية رحلتنا في البحث عن المعادن وازاي نقدر نميز ما بينها في الحقل الجيولوجي، يا رب تكونوا استفدتوا من لقائنا النهارده. بنشكر كل فريق الإعداد، بنشكر أستاذ هشام درويش، الله يكرمك يا رب. ونراكم دائما في رحلة جيولوجية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.